السلام عليكم الإخوة والأخوات، أخ محمد، الأخ الأخت آسيا، الأخ مليك، أخ سفيان، الأخت آسيا، مرحبا بك، ما فيش مشكلة، تفضلي، أهلا وسهلا بك. نفتح لكم المجال. مرحبا بك الأخت ياسيا، الأخت آسيا. المهم الإخوة والأخوات، ماذا بي على جال باش نسمع الرأي نتاعكم فيما يتعلق بهذا التأجيل تاع الانتخابات. بطبيعة الحال أنا القرار هذا نتاع التأجيل راني تحدثت عليه فيما سبق، وراني عطيت الرأي نتاعي فيه، وبالتالي ممكن هو أنه نعاود نتكلم في هذا الموضوع، ما عنديش حتى مشكلة. نعطي لكم انتم على جال باش تتكلموا، وإذا كان فيه إخوة يحبوا يناقشوني في هذا الموضوع ما عنديش حتى مشكلة. أخ صالح، مرحبا بك. وراها الأخت هذيك، أخ عبد الخالق، الله يبارك فيك. المهم الإخوة اللي موالفين تتدخلوا من فضلكم، ما خليوا المكان للناس آخرين حتى باش ما يبقاش الواحد يكرر في نفس ال شوفوا ترى هذا الأخ صالح. نعطيكم باش ديروا مداخلات. ايوه عمي صالح، السلام عليكم. وعليكم صحة السلام، سي بردان، واش راك لاباس لاباس؟ خويا؟ صباح لاباس الحمد لله، ولا لاباس يا خويا؟ شفت المفاجعة تاع عمالي هذه؟ انا نسميها مفاجعة، هذه ليست مفاجعة، هذو بحبوا بلون ا تاع عمومة، ما حبش يمشي لهم. البلون ا تاع عمومة ما حبش يمشي، تاع عام نعم، تمديد ايوه داروا دي الفكرة، يعني بلون بي. شوف يعني وين حابين يوصلوها يا خويا، شي لا سمى هم العصاب. نعم، اتفضل اتفضل. سمى العصابة، بقات سمى العصابة، بقات هي بدت غير جل تاعها فقط. هذا تنبيه يعني للشعب الجزائري، عصابة بدلت غير جل تاعها فقط، يعني التمديد وإن كان لمدة عام راح يزيد يولي 5 سنين ولا أكثر، ونخلي المجال لسيد الناس يعني اللي حابة. شوف المهم احنا بالحد ناس تولوز، بالحد اخويا على الساعتين باذن الله. نزيدوا اخويا، نحن لازم غدوة اخويا نتلاقاو إن عقابهم شاء الله. هذه الصباح العصابه. أسمع، لازم من الصباح أولا نروحوا ل واسمو تول المرشي في يعطيك فين؟ الصحه، بالفونتان. وي الصباح، أيوا الصباح لازم نروحوا بالفونتين ولا باغاتيل؟ لا بقاتل، استغفر الله يا رب العظيم، لا اسمح لي، ما أوكي نعرف ماشي. ولا بقات في المهم راسي بالفونتان. الإخوة اللي راهم في تولوز نلتقيو إن شاء الله الصباح حوالي العشرة، 10:30 هكذاك في بقاتل تول ان شاء الله باذن المرشي، الله. وي على جال باش ندردشوا حول اللقاء اللي راح نديروه يوم الاحد على الساعه الثانيه بعد لاحظ، الزوال، الزوج تاع العشيه ان شاء الله، ابتداء من الزوج حتى الساعه نتاع 6 نتاع العشيه في البلاس كابيتول في تولوز. رانا طلبنا التسريح يعطيك الصحة، بالنسبه بارك للاخوه الله اللي فيك. راهم، ونحاولوا ان شاء الله على جال باش نديروا لقاء كما تفهمنا في واسمو نتاع بينيش هذوك، ان شاء الله نديروا على جال باش نديروا لقاء ثما، وهذاك يكون عنده، ربما يكون عنده طابع احسن. اذا كان فيه اخوه متحمسين لهذا اللقاء نشوفوا نكريو وحده ولا زوج، ولا على حسب الناس اللي هما يشاركوا. اذا كان فيه مجموعه كثير نديروا كورتاج تاع زوج، ثلاثه حتى اربعه حسب العدد في تولوز، ونديروا كورتاج بلي درابو وشعارات ان شاء الله نتفقوا عليها، نتفقوا حول الناس اللي يدخلوا، يعطيك الصحة، ونطلبوا ان شاء الله من نتاع الوسائل الاعلام المختلفه، وندير لكم نقل على المباشر
بشكل حضاري وبصورة جميلة اللي تشرف الجزائر اكزاكتومون. وتشرف الجزائريين. لازم النهوض بالجزائر خويا نور الدين الى صحيح جمهوريه اولى تكون على مقياس اوروبي ان شاء الله باذن صح الله، ما تكونش على مقياس العالم الثالث وزي هذو اللي حابينه احنا. ديروا ارحلوا كل يا ارحلوا يا خويا ارحلوا، خلونا ترونكيد ارحلوا ارحلوا يا خلاص. خويا. المهم الاخ هاي صالح نخلي الكلمه للاخوه الاخرين. شكرا اوكي للاخ هاي صالح، صح نلتقي غدوه ان صح شاء الله. نور الدين، شكرا السلام ورحمة الاخوه، كل واحد منكم يحاول هو انه ياخذ 3 دقائق ويحاول هو انه يدلي بالراي نتاعو فيما يتعلق بالتاجيل نتاع الانتخابات والاسبقيه للناس اللي هما مش مولفين يشاركوا، على جال باش نعطيو الاخوه فرصه باش يتكلموا باش ما نثقلوش عليهم فيما يتعلق بالموقف نتاعي انا. ندير واسمه تسجيل منفرد ونشرح لكم بالتفصيل هذه المسألة نتاع التأجيل، وش هي الفائدة نتاعها، وش هي الأخطار نتاعها، إلى غير ذلك من المسائل. لماذا في هذا الوقت جاء التأجيل، لماذا ما جاش من قبل. نحاول هو أنه نشرح هذه المسألة من جوانب مختلفة، لا سيما هو أنه فيه ناس راها تتربص، سواء من الناس هذو نتاع الدول العميقة، جهات أجنبية، ناس حابين يلتفوا هما حول الحراك الشعبي، إلى غير ذلك من المسائل اللي هي الدور حول هذا القرار نتاع الانتخابات الرئاسية والتأجيل تاعو. نشوف ترى هذا الأخ، هذا للأسف الشديد الأخ، شوف ترى خالد، للأسف الشديد الأخ خالد راه عندك كان بلوكاج الأخ خالد. نشوف ترى هذا عبد النبي. المهم الاخوه راهم كاينين الناس اللي هما مكلفين مازال، المرضى السلام هذوك. عليكم. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. مرحبا بك الاخ الكريم. شوف منين لم راك يتغير تكلم اي فينا؟ شيء. الاسم نتاعك انا ومنين راك اتكلم فيكم تكلم في فينا؟ الجزائر، من نعم الجزائر، من مدينة البوليدة. مرحبا بك الاخ الكريم، تفضل. لم يتغير اي شيء. حاج نعم. موسى، موسى الحاج. ما تغير حتى شيء. بقى الرايس، بقات الحكومة تاعنا، بقى ما تبدل حتى شيء. شغل تقعدوا بينا، تقعدوا بالشعب. احنا خرجنا هدرنا، ما قبلناش بالعهده الخامسه، حل حبس انتخابات وقعد هو. قادرين يقعدوا عام عامين 3 سنين، ما نعرف. هذا ما كان. المهم شكرا للاخ الكريم. الرساله نتاعك راه واضحه، نحاول نمرر الكلمه للاخوه الاخرين. ربي يبارك فيك. الله يسلمك. شكرا للاخ عبد النبي. نحاول هو انه كل مره نمرر الكلمه للاخوه. شوفوا ترى هذا الاخ مختار، كل واحد منكم يحاول هو انه يدلي بالراي نتاعو في الموضوع هذا، يختصر الكلام. انا راني الراي نتاعي نخليه ان شاء الله نديره في تسجيل منفرد غدوه ان شاء الله، ونعطيكم تفاصيل حول القرار هذا نشوف الأخ مختار بلك يقدر يطلع. المهم اللي عاد الخط نتاعو ضعيف والله الله غالب، أنا ما عندي ما نديرو. المهم فقط بعض الناس هكذا المكلفين بمهمة ما تردوش عليهم، خليوا عليهم يسبوا، خليوا عليهم راهم الآن هما درك يحوسوا على جال باش يفشوا الغضب تاعهم هذاك، خلي عليهم. الأخ مختار للأسف الشديد ما قدرتش تطلع. نشوفوا ترى هذا الأخ سفيان، للأسف الشديد اللي ترمز الاسم نتاعك بسفيان. شوفوا الأخ هذا محمد، نفس الشيء الأخ محمد. والله سهله. شوفوا ترى هذا الأخ معتز، الأخ جمال، راهم اللي راهم موجودين في القائمة اللي راهو يكتب في التعليق، ما نقرا التعليق تاعك ربما، ولكن الناس اللي راهم موجودين في القائمه راهم طلبوهم الاضافه ماشي بالكتبه.
راه كاين بوتون ثم اطلب الاضافه. الاخ معتز مرحبا بك. الو، الو، تفضل السلام الاخ عليكم. معتز. وعليكم السلام الو، ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا الو، نسمع فيك، السلام تفضل. عليكم خويا. الشعب شعب رو شوفوا، هذا الاخ محمد للاسف الشديد محمد بومدين، عندك مشكلة في الخط متاعك. شوفوا الأخ هذا داليا، مهم أسماء ما تعرفوا لا مرأة ولا رجل حتى نتكلم معه. الإخوة كل مرة نطلع واحد وهو معذرة، راني كل مرة نطلع واحد. الأخ ولا الأخت مرحبا بك. وي، مساء الخير مساء الخير أخي. الأخت الكريمة، تفضلي. الأخت مساء الخير. دليلة هكذا، منين راك تكلمي فينا؟ من ألجي سنتر دي ما دوش. فيش مشكلة، مرحبا بك، تفضلي. الله يسلمك خويا. سي كوا السوجي نورمالمون داوي الحقد، مي ما حول عنديش تأجيل طوا تاع على ال الانتخابات، القرار تاع الانتخابات، واش هو الموقف نتاعك من تأجيل الانتخابات هذا؟ مي اوني كونتر. هذه حاجة باينة، اوني كونتر هاد القرار تاعهم، باسكو نو سي با جوست. وش هو القرار الصحيح بالنسبة ليك؟ نعم، القرار الصحيح، انت راك تشوفي باللي هذا قرار خاطئ ولا راهو غير منطقي ولا وش هو القرار الصحيح اللي انت تحوسي عليه؟ بون هادي حاجة باينة كوم تو الموند. حاجة واش يحب الشعب، حنا خرجنا ما هدو معانا، ما حبوا يفهموا واش انا نحوسو. خلاونا لا بارول، ما خلاوناش لا بارول، ما خلاوناش الهضرة باش نقولوا واش انا حابين. يجوا يقابلونا نهضروا معاهم يفهموا واش حب الشعب. هو ويدير او بيف، يدير واش يحب هو، تمام. واش سامع كاع بالشعب، اخرج جري في الطريق، عيط، طبل، اشطح، ما تحاولش تفهم حاجة واحدة أخرى. ولا لا لا، ما ولكن تحاولش عليا أنا واش أنا حندير حتى نخرج لك. هذا نعم، القرار، هذا راه في حد ذاته هو راه استماع. القرار هذا نتاع تأجيل الانتخابات في حد ذاته هو راه استماع لنبض الشارع. دوك القضية نتاع الغوص في التفاصيل هذيك حاجة واحدة أخرى، تاع انه راهم ما داروا عنديش حكومة، نسمع. هم رايحين يديروا ذاك، هم رايحين يعلنوا ذاك، هذاك هذيك التفاصيل. ألو نعم، راني نسمع فيك جيدا. ألو، يبدو ما الأخت عنديش هو أنه نسمع. عندك مشكل في الخط تاعك. إيه، ممكن عندك مشكلة في الإنترنت. اي لا موفيز كونيكسيون بلاك عندكم. وعندنا رانا نمشيو بلا فيبر يا الأخت الكريمة. الو، قولي، حنا رانا نمشيو بالسواسون جيجا. المهم، يبدو هو أن الأخت الكريمة عندها مشكلة في الخط نتاعها. نشوفوا الأخ هذا العيد، كل مرة نطلع واحدة هكذاك بارازار. أيوة الأخ العيد، مرحبا بك. مرحبا أستاذي. الله يبارك فيك، من راك تكلم فينا الأخ العيد؟ من قسنطينة. قسنطينة، مرحبا يا خويا، وعلى حسب الحظ راك زهواني اليوم. كنت مع جماعة أستاذ، على هذيك أنا خرجت درك، سمحوا لنا. ها، أستاذ، وش تقول الأخ العيد في الموضوع نتاع اليوم؟ ايه ما نطولش عليكم باش طلعت هاني جماعة اليوم بعثين. واش نقول انا، سما كما قلت انت، ام استمعوا لمطالب الشعب. وهي او الرئيس قال باللي اجل الانتخابات ومش راح يترشح. صعب حد ذاتها انا نفهمها باللي لعبة سياسية، معناها مش لا راح لا نحل المطالب. نو، هذيك دوك ان شاء الله نناقشوها ان شاء الله في التفاصيل.
بإذن يعني الله انت ورانا إن الان شاء الله. القرار هذا نتاع تاجيل الانتخابات، انا بالنسبه لي انا حاب نسمع الراي نتاعكم. انا عندي قراءه نتاعي الخاصه في الموضوع هذا بناء على معطيات وبناء على تجربه وعلى معرفه بهذا النظام. نعم أستاذ. لكن الناس للاسف الشديد هو انه تغوص في التفاصيل، مخليين الاصل ويغوصوا في التفاصيل. ها أستاذ، أنا بصراحة حبيت نعرف برك وش من فايدة كي يأجلوا الانتخابات أستاذ. لا لا، أنا فايدة تاني حاب كبيرة، نعرف فايدة كبيرة فايدة ليهم أستاذ. للشعب. ودوك القضية نتاع عليهم قضية قابلة للنقاش، دوك نناقشوها. فهمت؟ الإنسان اللي راهو فاهم الألاعيب نتاعهم، فاهم اسمه. أنا نحوس ندير باش التسجيل، نحوس ندير تسجيل منفرد، لأنه لو كان نبدأ نتكلم ناخذ وقت كثير على جال باش نشرح الموضوع. حاب نسمع بإذن الرأي الله نتاعكم في الموضوع. بإذن الله. أنا مع ما طالب الشعب، كنت مع الشعب وخرجت مظاهرات وكلش، كنا حابين معنا الرئيس يقدم استقالة ديريكت ويديروا انتخابات نزيهة وكلش. هذيك هذا تخدمهم، هذه مطلب تخدمهم، هذه تخدمهم. بيان سور. شوف، استخدام المادة 102 من الدستور تخدمهم، الذهاب للانتخابات الرئاسية بدون بوتفليقة تخدمهم، الذهاب للانتخابات الرئاسية ببوتفليقة تخدمهم. هذا أنا راني قلتها قبل، هذه كلها تخدمهم. تأجيل الانتخابات قرار تاريخي، فهمت؟ الانسان اللي ما يفهمش السياسه حاجه واحده اخرى. قرار أنا تاجيل الانتخابات قرار صائب، قرار حكيم، قرار تاريخي. دوك الان التفاصيل هذه درك الان يستطيع الانسان هو انه يناقشها، فهمت؟ لانه نعم قرار، اولا قرار نتاع تاجيل الانتخابات. اولا كاين بعض من الناس اللي بداو يحكي لك على الدستور، والله دير روحي يرحم والديك. ناس تحوس على تغيير جذري، تحوس على تغيير حقيقي، تحوس على تغيير جمهورية حقيقي. جديدة. جمهورية جديدة نعم كيفاش ديرها انت اذا كان انت ما تعرفش هذا النظام؟ هذا النظام راه كاين دولة عميقة، هذه الدولة العميقة قادرة هي في ربع ساعة هي ذوك هي ان تستلم السلطة. بالتالي انت لما انت تروح للانتخابات بدون بوتفليقه راح يديوها هما، فهمت؟ فهمتك أستاذ. كيما تخيطها راهم راح يديوها. بالتالي تاجيل الانتخابات هو تفويت الفرصه على هذه المجموعه هذو نتوع الدول العميقه. تاجيل الانتخابات هو منع الجزائر يعني للذهاب الحمامات من الدم، لأن المؤشرات عديدة خاصة في ظل التعنت نتاع هذ الناس اللي راهم في السلطة، خاصة في ظل هذه البلطجية، خاصة في ظل عدم الوعي إلى غير ذلك من المسائل. بالتالي هذا التأجيل تاع الانتخابات فوت فرصة كبيرة على هذ الناس اللي راهم يحوسوا يمصوا الدم نتاع الشعب، على هذه نعم الدول اللي راها تتربص هي بالجزائر، وافتح افاق واحده اخرى. حنا واش كنا نحوسوا على جال باش نبنيو جمهوريه جديده، أها كنا نحوسوا على جال باش هذا النظام يروح. الان نعم هذا القرار التاريخي نتاع تاجيل الانتخابات هو خلاص راهو استجابه للمطالب، ولكن بشكل جزئي. حنا رانا حققنا هدف هو منع الاستمرار نتاع واسمه هذا نتاع بوتفليقة. العهده الخامسه بشكل اللي يحوسوا عليه هما. لانه تذوك لما مثلا هما يديروا الانتخابات ويمر هذا بوتفليقه بالتزوير باي طريقه، بطريقه ديمقراطيه باي طريقه، يفوتوه من بعد يولي هو اللي يتحكم في القرار، يتحكم في نعم القرار ويدير واش حب. لكن الان ما دام دوك راهو كاين فيه تاجيل الانتخابات، الدستور واسمه هذيك الامور كلها تفاصيل. الآن القرار هو تأجيل الانتخابات، بمعنى أنه الانتخابات ما كانش. بالتالي دوك حنا رانا هذا الناس اللي راهم راكم حاكمين دفعناهم على جال باش هما يديروا الفراء في الطريق. ومن بعد دوك حنا ماشي قال داروا الفراء قال روح خلاص راك حققت انت المطالب وروح جي في داركم. لا، حنا الآن دوك الناس تواصل في هذا الحراك الشعبي من أجل فرض
هذه المسألة نتاع المؤتمر، مؤتمر في الداخل وفي الخارج، فهمت؟ هذه قضية نتاع الندوة الوطنية، هو أنه راح يجيبوا لك بالخادم يحطوه لك على رأس الندوة الوطنية، أو يجيبوك الأخضر الإبراهيمي، أو يجيبوك شخصية من الشخصيات نتاعهم، هذه لازم الناس ترفضها. ونتاع أيضا نتاع المشاورات على جال باش قال لا، حوسوا على جال باش نبنيو جمهورية جزائرية جديدة بوجوه جديدة، بناس اللي هما كانت عندهم هذه النظرة. الآن هذا النظام لو كان جت عنده هذه النظرة نتاع بناء الجمهورية الجديدة، لو كان دارها بوتفليقة نهار كان يجري. الآن هذه الناس راهم يحكموا باسمه، يحوسوا يلقاو مخرج، راهو الآن دوكا أو كاين مخرج. أجلت الانتخابات قرار صائب وحكيم نثمنه، ولكن هذه الندوة الوطنية احنا نحوسوها تكون مؤتمر، مؤتمر شامل للنهضة نتاع البلاد، وتشارك فيه الناس الكل، ويبدأ بالحوار، يبدأ بالحوار، تبدأ تمشي الناس واحدة واحدة. هذا الحراك يثمن، هذا الحراك ما لازمش يخليه الناس يخترقوه ويحولوه إلى مآرب شخصية ومآرب فئوية وكذا. هذا الحراك لابد هو أنه نحميوه بممثلين على مستوى الوطني وعلى مستوى الخارج، ما لازمش نخليه الناس اللي راهم هما يخدمهم هذا الوسم غياب هذا نتاع هيئات في الداخل وفي الخارج، يخدمهم باش يبقاو هما يحوسوا يتفاوضوا مع السلطه، او يحوسوا هما انه يلقاو مخرج، او يحوسوا هما تروح سلطه تجي سلطه واحده اخرى. لازم الناس تفيق باللي قضيه هذه تاع الاضراب، ايضا قضيه تاع الاضراب ما لازمش تخليوا هذا الناس. شكون هو المستفيد من هذا الاضراب؟ شكون قال واحد راهو مستفيدين هما يستهلك مثلا كيلو نتاع سكر، الان في ظل هذا الاضراب يروح يجيب 5 كيلو، يجيب 10 كيلو، شكون هو المستفيد من السكر ومن الزيت؟ هما هذا الارباب نتاع المال اللي راهم دوك يخدمهم هذا العصيان ويخدمهم هذا الاضراب، هذا هما اللي راهم مستفيدين. ترك راح تاثر على جماعه نتاع بوتفليقه، راهو راح ينقطع عليهم السكر، والله يجيبوا لهم بالكوبتر، والله يجيبوا لهم من الهند. صح صح يعني ما احنا ما نستفيدوش من هذا ال ايوه احنا دوك هذا القرار قرار مهم، قرار تاريخي، وهذا راهو في مصلحه الشعب وفي مصلحه الاجيال، ولكن لازم يمشي في الاتجاه نتاعو الصحيح. ما لازمش حنا قال دوك هما يديروا حكومه ويديروا نفس الاشخاص، لانك انت ما تقدرش انت تدير جمهوريه جديده بناس بنفس الاشخاص اللي هما راهم تسبوا في هذا الهلاك، هذا تسبوا في هذا الانسداد. ما تقدرش، لازم وجوه جديده من هذ الناس اللي هما مؤمنين بهذه نتاع الجمهوريه الجديده، ماشي الناس اللي هما تحتموا وقال راهم يحوزوك الان يا ودوك وخالد بونجمه وراهو مع الحراك الشعبي. نعم انا صراحه مالي وراهو مع الحراك الشعبي، فهمت؟ راه النهار هاي مع الحراك الشعبي درك، راهم التلفزيون الرسمي وراهم صاروا مع الحراك الشعبي، راه الناس كل راه دوك مع الحراك الشعبي. اذا لازم الناس تحمي هذا الحراك الشعبي من خلال الناس اللي هما عندهم نظره ثاقبه وفاهمين الالعاب تاع النظام. قرار صائب نثمنه، ولكن لازم يمشي في الاتجاه الصحيح. بوتفليقه احنا نعتبره من انه راهو في عداد الاموات، هذه المجموعه نتاع بوتفليقه بحمايه القياده نتاع الجيش اتخذوا قرار صائب، احنا كنا دعينا ليه، تسجيلات راها مازالها شاهده وموثقه. كما قلت استاذي، سامحني على المقاطعه. لا كما قلت استاذي، كما سمعت على المقاطعه في 2011 شفت الفيديو تاعك، قلت فيه لو كما يكونش قوه الشعب وقوه الجيش يكونوا مع بعض متحدين ما يسقطش النظام. نعم دوك الان شوف درك الان هذا القياده نتاع الجيش راها تمهدت لها الارضيه، خلاص بوتفليقه انتهى حتى بالشكل القانوني، انتهى خلاص، لا عهده خامسه ولا هم يحزنون. الان القياده نتاع الجيش الان راها تمهدت لها الارضيه، درك هذا الحراك لازم يكونوا عنده ممثلين في كل الولايات. احنا نحوزوا على مؤتمر للنهضة نتاع البلاد، نحوزوا على جمهورية جديدة بطاقات جديدة بوجوه جديدة بكفاءات، فهمت؟
نعم الذهاب خلف هذا الناس، لانهم هذوك راهم كاينين اللي راهم هما يحوسوا يسرقوا هذيك التضحيات، سواء من هذ الانتهازيين تاع الاحزاب، سواء من الناس اللي راهم درك هما ينتميوا لهذه الدوله العميقه، سواء من هذ الدول اللي هي راه تتربص بالوحده نتاع البلاد، فيه تحالفات مختلفه ويحوسوا هما يسرقوا التضحيات نتاع الشعب. حنا ما لازمناش صحيح نسقطوا في الفخ نتاعهم. قرار صائب وحكيم راه رايح يجنب البلاد ويلات كبيره. انا شخصيا بإذن الله راني فرحان بهذا القرار تاع التاجيل تاع الانتخابات، لانه بإذن الله استخدام الماده 102 من الدستور نتاع اعلان عجز الرئيس راه رايحه تسمح سواء هذا الناس اللي راهم في السلطه او الناس اللي راهم يتربصوا بها على جال باش هما يحضروا سيناريو ويوصلوا للسلطه. والخاسر الله الوحيد يرجع هو عنا الشعب، الخاسر الوحيد هو الشعب. الله الان هذا القرار هو في صالح الشعب، لكن لابد هو ان الناس تواصل هذا الحراك من اجل الذهاب الى جمهوريه جديده. لازم هذا الناس اللي هما يشرفوا على المؤتمر لازم يكونوا هما ينتميوا لهذا الحراك على مستوى 48 ولايه، ينتميوا ليه بصدق، يعني يحوسوا الى جزائر جديده بعيدا عن الخلفيات السياسيه، بعيدا عن الانتماءات السياسيه، بعيدا عن الاطماع. فهمت؟ قال واحد راهو يحوس يتربب، والله يحوس رئيس، لانك تولي انت تخدم في السياسه نتاعهم. يعني أكيد نروحوا نحيوا أكيد على سعيد بوتفليقه، نجيبوا رشيد نكاز بيز. لازم الناس اللي هم فعلا يؤمنون بجزائر جديدة، جزائر الغد، جزائر المستقبل، تخدم الناس مع بعضها البعض وفق عمل جماعي قبل ما الناس تقرر، تتشاور الناس مع بعضها في الداخل وفي الخارج، ونمشيو لبناء جمهورية جديدة. ما نعطيوش الفرصة لهذ الناس اللي راهم هما يحوسوا يستغلوا هذه الأوضاع ويحولوها لمآرب شخصية، أو هما يديوا البلاد يديوها للهاوية. إن شاء ونحن الله إن شاء الله المستقبل. ان شاء الله استاذ. شكرا استاذ، وان شاء الله عنا نشوفوا الفيديو اللي راح تحطوه لنا غدوه ان شاء الله. غدوه ان شاء الله. ربي يبارك فيك. شكرا للاخ العيد. نمر الاخوه الاخرين، نشوفوا ترى هذا الاخ كمال. المهم الاخوه فقط حاولوا تختصروا برك، كل مره نعطي ال... السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ كمال، من راك تكلم فينا وتفضل في الموضوع. أستاذ عندي سؤال برك، يعني جاوبني به بصراحة. الاسم نتاعكم يعني اللي راك تتكلم فينا وتفضل في الموضوع. كمال من البويرة. كمال من البويرة، تفضل الأخ كمال في الموضوع. الله يسلمك. احنا نعتبره هذا انتصار جزئي، يعني توقيف نعم المسار الانتخابي، لأنه أنا نعم شخصيا ما يقنعني حتى واحد من هذوك الناس اللي كانوا راح يترشحوا بكل، نعم يعني. متفق وهذه معك. كان وهذا كان النداء تاعنا في المسيرات، انه لا لعهده خامسه. يعني نعم استمر الاستجابه لهذا المطلب. نعم حاليا، يعني حاليا التساؤل تاعي انا، وش هو العمل يعني بالنسبه احنا كشعب، وكنا نخرج في تظاهرات سلميه ووقفات، وش العمل تاع العمل هو العمل هو نعم مواصلة الحراك بطريقة ايوه سلمية في الداخل وفي الخارج. لازم الناس تكون عندها طول النفس، ما لازمش وما هو تعجل في الشعار، الشهر، ما وش هو لازمش الناس الشعار القادم؟ أصبرني أصبرني خلينا من الشعارات. لازم الناس تواصل النضال بشكل اسمح لي مستمر. يا استاذ، اسمح لي، انا راني في الميدان، انا اسمح لي، اسمح لي ميزان. دونك يقول لك هندرناكم ما رايكم سمعتش الكلام، وشاكم ما سمعتش بعدين. الكلام تاعك، ما سمعتش الكلام تاعك. استاذ، استاذ شوف استاذ، احنا في الحراك السابق او في الشعارات اللي فاتت كنا نطالب ب لا للعهده الخامسه. دونك ها هما يلقاو لنا حجه، يقولوا انتم كنتوا طالبوا ما كانش عهده خامسه، انا اعطيناكم ما كانش عهده خامسه، سما انتم راكم فوضويين وتديرونا في البيتنا. يعني لا وش هو لا المطالب؟ لا لا، هذا اللي راه هو كان يطالب بعهده باسمه بالغاء العهده الخامسه. هذو الناس اللي هما راهم كانوا يحوسوا على الرئاسه، ما مش لا يحوسوا على المصلحه نتاع الشعب.
احنا المطالب نتاعنا منذ سنوات ونحن نعمل من اجل بناء جمهوريه جزائريه جديده. كنا نحوسوا على جال باش يكون هناك مؤتمر في الداخل وفي الخارج. من بكري وانا نتبعك، من بكري وانا نتبعك، كنت شارك معك كيما بالتالي ضرب هما الفايبر تاع ماشي الفايبر تاع السكايب قناه بالتالي ضرب. بالتالي ضرب هما الاخ الكريم الاخ كمال، بالتالي ضرب هما تأجيل اعلان على التأجيل تاع الانتخابات والغاء هذا وسمو الترشح نتاعو. هذا راهو كان داخل احنا في اطار تاع النضال تاعنا. هذا راهو يعتبر انا اعتبره النصر جزء. هاي النصر جزء مكسب، هذا راهو مكسب تحقق. وكل الان احنا هذا المكسب ضمانات. بصح استاذ ضمانات ما هي باش نقضوا احنا شغل نديروا الثقه فيهم؟ مش الضمانات لا يعني. لا 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 ما نثقش. نعم ما نثقش لا انا دوك كي قراهم دوك قالوا ما واسمو راهم داروا هما نثق فيهم ولا لا لا ما نثقش. القرار أكيد. القرار تاع تاجيل الانتخابات قرار حكيم وصائب. لانه راهو رايح يجنب البلاد من هزات نتاع الدماء. راه رايح يجنب البلاد من من اعاده. لا ما تحكمش باذن الله ما تحكمش. ها هو احنا دوك شنو هو؟ احنا دركا لازم هذا الحراك يستمر ولازم يتاطر. لازم يتاطر ونمشيو الجمهوريه جديده. بحيث هو ان دوك هما راهم يحوسوا يدق قال مثلا هما يديروا هذه الندوه الوطنيه ما ندخلش فيها. لازم اذا كان اشراف تاع هذ الناس اللي راهم درك هما يمثلوا الشعب حقيقه نشارك فيها. اما باش نروح انا يستغلوني قال هام داروا ندوه وطنيه على جال باش قال تحسب لهم من انه راهم هما اللي داروا الاسس نتاع الجمهوريه الجديده. لا سي محمد كون عينيك دير الجمهوريه الجديده كل نهار اللي وصلت للحكم كل نهار اللي وصلت للحكم درتها. الان انت راك انتهيت الان راك زدت الان دركا تاجيل الانتخابات مع انت خلاص درك الان لازم الناس تتفاوض على مرحلة لتسليم السلطة عليها. للناس اللي مثلهم الشعب حقيقة. أكيد احنا ما نشي الجمهورية الجديدة. احنا يبدو هو الأخ كمال رمضان أنا معك أخي كما في صوتي. لا نسمعه راهو يتقطع. عندنا تشويش في الانترنت. انا راني نمشي بالبروكسي، نغير البروكسي باش نمشي للانترنت. عندنا تشويش. ربي يكون معك ان شاء الله. والله يوم المسيره قطعت، انا كنت في اللايف قطعونا يوم الجمعه المسيره، قطعونا الانترنت حتى الاتصال وهكذاك، ومررنا ودرنا لا درنا الصور ودرنا كذا. ولكن حبيت برك حبيت نطرق لواحد الحاجه. الرساله اللي كانت تقول انا لم يسبق لي ان طلبت الترشح قطعا، وهذا تدخلش في التفاصيل. ايه وهذا اللي كبر سني وكذا، يعني هذيك الرساله ما تشوف هذيك. شوف نقول لك هذيك كلها تفاصيل، كلها تفاصيل هذيك انت ما تغصش فيها. انت خليك في القرار. القرار من بعد التفاصيل شيء واحد اخر. انت ما لازمش تروح تغوص لي انت في تشكيل الحكومه. هم داروا بدوي وهم داروا العمامرة وهم داروا. خليك مع القرار، قرار تأجيل الانتخابات. هذا راهو مكسب انت راك حققته. فهمت؟ انت راك حققت مكسب. انت اللي راك كنت تطالب بإجراءات واسمه نتاع انتخابات شفافة. انت راك كنت تحوس على جال باش هذا بوتفليقة ما لازمش يزيدوا يديروه. راك حققت هذا المكسب. الآن دوك هذاك المكسب انت احتفظ به وحاول هو انك تزيد تحقق مكاسب واحد اخرى. ما تروحش انت في التفاصيل وفي الخطه نتاعهم، لانه هما درك الخطه الف اللي كانوا معتمدينها، البلون ا اللي كانوا معتمدينه هو الذهاب للانتخابات الرئاسيه في الموعد نتاعها تاع يوم 18 ابريل 2019 بالذهاب ببوتفليقه، ورايحين يمروا الانتخابات كما يحوسوا فيما بعد. هما راهم رايحين يديروا هذه نتاع ما يسمى بالندوه. الان انت راك افشلت هذا المخطط الالف، راك افشلته. الان درك هما راهم مروا للمخطط باء، البلون بي. بلون بي هو انا راني قلتها باللي هما في حاله ما تحرك الشعب حقيقه هما راهم رايحين يستعملوا هذه نتاع الندوه هذه نتاع المرحله الانتقاليه اللي كانوا هما اصلا مش مامنين بها.
ولكن المرأة راح يستعملوها من أجل تحريف الحراك. إحنا دوك هذا المخطط ألف رانا فشلناه، لازم نفوتوا للمخطط باء نزيدوا نفشلوه. ما الحراك مستمر، الحراك مستمر، هذا هو. شوف حتى راهم يديروا في انقطاعاته، نكمل انا رسالتي ونحضر. الحراك راه مستمر، مستمر، ويوم الجمعه باذن الله كاين مسيره وكاين وقفه من قلب العاصمه، وفي وحتى ومانيش في العاصمه نطلع للعاصمه كما الخطره اللي فات طلعت نجري على ساق من 8 الصباح لخمسة ونص تاع العشيه، وعاودت وليت من البريد المركزي وانا نمشي على رجلي حتى نوصل لاكاروتيير، يعني مسافه 10 كيلو ونعاود نروحوا. وكل جمعه كيما هكذاك حتى باذن الله تحقق المطالب وتكون دوله ديمقراطيه، والوجوه هذيك الفاشله اللي فشلت في 25 سنه. انا واحد من الناس، هذاك هو يحيى كان في عمري 19 سنه وقابلته في واحد المؤتمر دارو، قلت له انت خسرت وانت درت وعملت وعملت، ومازال ان شاء الله ونزيد نكمل فيها، وحتى راني نخدم في الدوله في النظام ومانعين عليا المسيره ونخرج. ولازم تتنحى هذه القوانين التعسفيه تاع انك تخدم في النظام، ممنوع عليك ممارسه السياسه، ممنوع عليك انك تخرج. نخرج ويزيدوا يقلقوني نخرج بلاتوني كاع، يزيد يقلقني نخرج بلاتوني، والله نخرج بلاتوني كاع، ورزاق ربي سبحانه. ربي يكون معاك الاخ كمال. والله الجزائر هذه سبحان الله كاع نزاروا فيها، كاع نزاروا فيها. شكرا الاخ كمال، نمر الاخوه اخرين راه من طرف ان شاء الله. ان شاء الله خوتنا، هيا ربي يبارك فيك. طولت عليكم خوتنا، شكرا للاخ كمال. نشوفوا هذا الاخ جعفري مراد. المهم الاخوه حاولوا تختصروا برك على خوتكم، انا راني مرات نولي نضطر على جال باش نشرح بعض الاشياء. اخ مراد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، من راك تكلم فينا الاخ مراد؟ من باريس فرنسا. مرحبا بك، راك فرحان؟ كاش بقلاوه كاش قلب اللوز كاش؟ بيان سور رانا فرحانين. واش ورانا زعفانين. واش تقول الاخ مراد فيما يتعلق بالتاجيل تاع الانتخابات؟ يا خويا انا حبيت نقول حاجه صغيره برك. نعم. انتوما ذو بار اكزومبل، نتايا انسان مثقف وتعرف حوايج اكثر منا، احنا اللي جار ما نعرفوش. انا كي نهضر انايا واحد ما يسمعني، بصح نتايا كي تهضر ناس يسمعوك هكذا ولا لا؟ الله يبارك فيك خويا. انا حبيت نفهم حاجه، بوتفليقه دوك كي يمد كي يدير قرارات ويدير حوايج، يدير ينحي هذا وينحي، مازال لو بريزيدو ولا نورمالمون خلاص العاده تاعو؟ لا 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 لا، شوف الاخ مراد، شوف انت، احنا لازم الحاجه اللي لازم نتفاهموا عليها هو انه بوتفليقه في شخصه في ذاته بوتفليقه منتهي منذ سنوات ماشي من الان. دوك هذ الناس اللي راهم اسمح لي اسمح لي، دوك هذ الناس اللي راهم يحكموا باسمه، وقال راهو قرر الرئيس او نحى الرئيس او عدل الرئيس او دار الرئيس. درك هما الان يا اسمح لي خويا اسمح لي، هذه الشعب كاع فاهمها، الناس كاع بصح انتوما كي قلت لك الناس مثقفين كيما انتوما وعندهم لي باج كبار، الناس كاع الناس تتبعكم ومنا، انتوما لازم اللي تقولوا هذا الشيء باسكو الناس كاع تعرف هذا الشيء، بصح لازم هذا نورمالمون الناس تهضر على هذا الشيء، لازم يروح يحوسوا على شكون اللي يكتب هذه الرسائل، شكون اللي يدير هذا، باش هذو اللي يتبعوهم واحد. ما تدخلش في التفاصيل هذيك تفاصيل. هو شوف فوالا سي سا لو بروبليم، تفاصيل هذيك تفاصيل، لو كان تغوص انت فيها تخلي الاصل، تركز على الاصل خليك من التفاصيل، فهمت؟ ركز على الاصل، تراك تحوس على تبني دوله جديده، ركز على الموضوع هذا، تروحش انت تبدا تبحث ليه شكون اللي كتب الرساله، شكون اللي دارها، شكون اللي عطالو الميكروفون، شكون اللي صوره، شكون اللي جاب في الكاميرا هذيك، هذيك تفاصيل انت خليها، تركز على الموضوع. يا خويا نقول لك حاجه، انا والله مانيش متفائل، نقول لك علاش؟ باسكو خايف انا يا بيرسونالمون اني خايف باللي يديروا بياج واحد اخر، يعاودي يوليو جهه واحد اخرى، يروحوا هذا ويجيبوا هما. شوف هما راهم يبقاو يراهنوا الى اخر لحظه، بصح حنا وهذا الشيء اللي ينوروا عليه. ها ايه، بصح حنا
حنا درك مادام انت راك حققت مكسب الفو با نتايا تخليه يروح. حاول مادام راك انت حققت مكسب دوك عاود زيد امشي زيد امشي خطوه للامام فهمت. ماشي قال دوك خلاص يا جماعه قال راهم داروا كنتوا تحوسوا على العهده الخامسه ما كاينش هاي ما كاينش بالسلامه بالعافيه. لا ما كنتش نحوس انا على العهده الخامسه لا كنت نحوس على جزائر جديده بدماء جديده بوجوه جديده بكفاءات جديده. نروح دوك الناس تروح تزيد تمشي خطوه الى الامام. اذا كان المره اللي فاتت خرجت 10 ملايين المره هذه نورمالمون تخرج 20 و30 شعب برا شعب يخرج نحوسوا على جمهوريه جديده والناس اللي يمثلوا الشعب. ولكن فيما بعد هذا الحراك لازم يتاثر لازم يتاثر لازم ما لازمش تخلي هذا الحراك في يد ناس اللي هما يتخذولك في قرارات مرات هي تخدم هذه الدوله العميقه وتخدم هذه الجماعه اللي راهم هما يحوسوا على جال باش يجدوا الواجهه. ما نخليكش انا تمشي فهمت ما نخليكش انا تمشي تظلم الشعب. بصح الشعب الجزائري لازم يخير الناس اللي صح يبريزونتي بهم باش يمثلوا هذا الحراك إيه؟ ماشي تبعت واحد تعطي له تمشي مع واحد كراحليب يتبع. ايوا انت كي تمشي مع واحد اللي راه عنده مواقف ثابته غير متغيره انسان عنده مبدا ماشي كيما انت دوك تمشي مع واحد راه طلع لك راه دير سيلفي وجا قال لك ها وطلع لك مناضل. هذا قادر غدوه قادر راه منتاعهم قادر غدوه يبيعك. هم جماعة دوكا لما تأكدوا باللي بوتفليقة راح دوكا تشوف فيه راهو دوكا أنيس رحماني راهو مع الحراك راهو مع المطالب تاع الشعب راهو خالد بونجمة مع المطالب تاع الشعب راهو بوتفليقة بوتفليقة راهو مع المطالب تاع الشعب فهمت. بوتفليقة راهو مع المطالب تاع الشعب وهذو اللي تحكي عليهم وهذو إيه؟ اللي تحكي عليهم ولد عباس وهذو كاع هذو كاع نورمالمون يتحاسبوا باسكو والله غير ظلموا الشعب الجزائري بزاف والله غير ظلموا. خلينا من التفاصيل قلت لك حنا لازم واحد يركز في الصح ما لازمش واحد يركز في التفاصيل لانه ما لازمش الواحد يعطيهم فرصه تاع انك انت تهدد ودير ودير ما نحوسوا على جزائر جديده بوان. كيفاش نديروها نتناقشوا بيناتنا كيفاش نديروها ونخدموا البلاد ما نعطيهمش الفرصه انا لانه هما يحاولوا يستغلوا مثل هذه الاشياء. قالها هم رايحين يديروا هم رايحين يقطعوا الرؤوس كما كانوا يديروا في التسعينات قالها هم رايحين يحاسبوكم هم رايحين يديروكم حوسوا الى جزائر جديده بسطه. وكما يقولوا هذيك الجزائر تولي كيما سوريا. الجزائر خلاص ولات كيما سوريا جوزنا عرفنا و... احنا حابين ما نوليوش هكذاك حنا عارفين كيفاش نمشيو فهمت. ان شاء الله حنا حابين الجزائر تكون كيما كاليفورنيا ماشي كيما سوريا. ان شاء الله نوليو للبلاد نعيشوا هناك عينا من الغربه ان شاء الله. ربي يبارك فيك الاخ مراد. الاخ ميرسي خويا الله يعاونك ربي يحفظك شكرا. شوفوا ترى هذا الاخ بوطريق يا الله يا كريم نشوف ترى هذا الأخ هذا بطرق أتمنى هو أنه يقدر يطلع. أنا مرة على مرة يكون الخط كم تعرفوا خاصة من الإخوة اللي راهم موجودين في الجزائر ولا سيما هذه الأيام إذا كانوا راه معطين لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك الأخ هذا بطرق. لاباس بخير الله يبارك فيك يا خويا. واش تقول لنا الاخ حسن اليوم؟ حنايا معليش كما تقول انت يا بلي هذه الخطوه هذه لصالح الشعب. نعم وهذه حاجه تفرح ماذا بينا حتى راك من اهل هذا الاختصاص وراك متقرب اكثر منا وراك فاهم مشايصه. نعم راك فاهم. حنايا معليش كما قلت نتائج الانتخابات حاجه مليحه كما تقول انت. حنا ماناش خايفين من نتائج الانتخابات خايفين من انه بعد تكون الانتخابات تكون كيفاش قلت الاخ حسني كيفاش قلت؟ قلت لك هذا الخطوه اللي دارتها المؤسسه تاع الدوله ها تاجيل الانتخابات
هي لصالح الشعب كما تقول، هي لصالح الشعب ولصالح الدوله. القرار لازمك تدقق جيدا في الكلام تاعي. القرار نعم. تأجيل الانتخابات قرار حكيم وقرار صائب، وانا شخصيا كنت النادي به، راه التسجيلات موثقه ومازالها موجوده ومحتفظ بها، والكتابات نتاعي نفس الشيء. القرار نتاع تأجيل الانتخابات قرار حكيم وقرار صائب. القضيه نتاع التفاصيل هذيك حاجه واحده اخرى. نعم، ولكن احنا رانا يبدو هو انه الاخ عندك مشكله في الخط تاعك. تفضل. قلت لك الحاجه اللي تخوفنا بزاف حنايا ماشي القرار هذا، خوفنا انه بعد ما يكون تاجيل، بعد تاجيل انه بعد الانتخابات غيكون كاين تصوير وراح يديروا واحد تاع فرنسا. معاك انا راني نقاسمك التخوفات اسمه، ولكن ما لازمش انت تخلي قال دوك خلاص تطلق تلاشي. لا لا، ترك حققت مكسب زيد قدم القدام، زيد حقق مكاسب واحد اخرى، ما لازمش انت تقول هذا واضح. قال انا نروح وخلاص، قال داروا حكومه وصاي انتكم انت وجماعه، قال مثلا واش تحوسوا نحاولكم بوتفليقه مش حوس ترشح، خلاص ديروا واحد اخر وخدموا. لا 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 لا، حوس على جمهوريه جديده، فهمت؟ جمهورية جدا، الهدف واضح. أنا درك تنحي لي ويحيى ودير بدوي اللي كان وزير تاعو، واش غيرت لي؟ ما غيرت لي والو. ليش تغير؟ ليش تغير؟ إيه تروح تعاود ترجع لي أنا الإبراهيمي، الإبراهيمي اللي هو كان مع الإنقلاب في 92، تعاود ترجعوا لي تحطوا لي أنتي على رأسه واسمه. صح. ما واش غيرت لي؟ ما غيرت لي والو. كاينش تغيير، لا واش تغيير؟ شخصيات وطنيه نزيهه. وكل مثلا يكون واحد مثلا من الناس اللي هم ما تورطوش في الانقلاب وما تورطوش طيله هذه الحقبه معاهم، فهمت؟ تحطوا لي، تحطوا لي ممكن نثق فيه، ممكن نثق فيه. نعم نعم، بصح باش تجيب لي واحد من اللي كانوا متورطين معاهم، متورطين في السرقه وفي الفساد وفي التغطيه، خاطر كاين اللي راهو ما سرقش ولكن يغطي او يحمي. صح صح فهمت. حنا عايشين في كامل لازم تنحلك. ايه لازم وجوه جديده، لازم تنحل نظام كامل، جمهوريه جديده. نعم نعم، هذا هو لازم الناس كلها. انت واش تقول؟ نعم، انت راك مع الحراك الشعبي بالجمعه، مظاهره السلميه بالجمعه القادمه، راك معها ضد؟ انا مع الحراك الشعبي الواعي. الكلام نتاعي دقيق، ماشي نتلعب انا بالالفاظ ولا بالعاطفه. انا قادر ذكا ايها الشعب البطل، ايها الشعب قادر نديرها انا هذيك. انا مع الحراك الواعي، فهمت؟ الحراك الواعي اللي هو يحكم البلاد، ماشي مع هذوك نتاع البهليل وبهليل وهذوك اللي هذوك انا ما يعني ولي والو، بالعكس هذوك راهم قراص نتاع هذا النظام. انا مع الحراك الواعي اللي راه هو اولا على باله بالتركيبه نتاع النظام هذيك كيفاش راها قائمه، وعلى باله وعلاش راه هو داير هذا الحراك وعلاش هو راه مشارك، وراه عنده اهداف من اجل تحقيق قال مثلا نهضه في البلاد، من اجل تغيير الاوضاع الى الاحسن، من اجل قال تغيير هذا النظام، تغيير اللي ما يعطيلوش فرصه على جال باش يتجدد. انت دوك راه عندك حنش، انت دوك واش ضربته؟ راك ضربته فقط، ضربت له الذيل تاعو، ضربت له الذيل تاعو. بعد ما كان هو يخبط منا يخبط منا، انت ضربته وضرب دار وهو يحبس، او يحبس راهو دوك هو ضربته قستو في الذيل او يحبس تما. انت راك قادر انت تجي تقدم هو يلسعك، قلت لك انت دوكا ما دام راه هو يحبس لازمك انت تعطيه ضربه للراس تحكمه في الضربه هذيك وين ما يتحركش خلاص، فهمت؟ انت دوك لازمك تحاصره. نعم. حاصره ودير حساباتك، راهو قادر هو يلسعك في اي لحظه، يضربك في كل اتجاه. نعم سمن. إيه؟ سمن نمشيو مع المظاهرات تكون سلميه وتكون دقيقه مدققه بالسلميه نتاعها. الناس لازم توقف هذا العصيان المدني، اسمه العصيان المدني، توقف في بلد. توقف حاليا، توقف العصيان المدني. والمظاهرات ما لازمش تكون بشكل اللي هي تعيي، اولا الشعب يمل فوضوي، يمل
وايضا هذا الاجهزه نتاع الامن ما لازمش الواحد يدخل معاهم في مواجهه، خليه يربحهم بعد ما كانوا 10 ملايين خليهم يكونوا 20، خليهم يكونوا 30 مليون، وامشي بشكل تصاعدي وبشكل منظم ومحكم، ولازم الناس ثق في الناس اللي هما عندهم مواقف ومبادئ، فهمت؟ اما هذو الناس اللي درك هما قادرين دوك مثلا شباب جديد قادرين مش مشكله، شباب جديد قال مثلا هو ما عندوش تجربه ولا، ولكن عنده وعي، شباب جديد راهو عنده طموح يحوس هو على جزائر جديده، معليش لا بد هو انه تشاركوا هذوك، ولكن هذوك اللي هما كلاو في المثار دوك كل، هذوك اللي كلاو في الطباسه كل، لا تخدمت مع الحكومه نتاع واسمو نتاع رضا مالك، خدمت مع بلعيد عبد السلام، خدمت مع مقداد سيفي، خدمت مع بو يحيى، خدمت مع سلال، خدمت معاهم كلهم، بعد تجي انت يا دوك تولي انت تحط لي انت روحك انت باللي راك انت مع الحراك الشعبي. يا خويا ادخل في الحراك الشعبي، ولكن روح في الاول وسط ثاني، روح جبد روحك ليه، روح خلي على وجوه جديد. صح. لازم الواحد يحتاط، يجب تغيير، يجب تغيير جذري جذري، تغيير يكون جذري. نعم هذا هو الهدف نتاعنا احنا، يعني الهدف نتاعنا واحد واضح، يعني ما في حتى تغيير. الهدف تاعنا اللي خرجنا عليه، والحمد لله للشعب انه استفاق بعد الغيبه هذه، لانه كنت نظن انا الشعب ان هذا مخدر، ولكن الحمد لله اللي راه استفاق اليوم وخرج وراه يطالب في حقوقه بمشروعيه قانونيا، وليس ما يخرب ولا يكسر، الحمد لله، لانه فطن اليوم. احنا ماذا بينا، الهدف تاعنا راه واضح، هو تأسيس جمهورية جديدة. أسمع نعم أنت أرانا معك، تعرف هذا كيفاش صرى لهم؟ صرى لهم مثل هذاك الواحد السراق اللي هو كان يحوس وعنده، قال مثلا واحد مول الدار، كاين واحد مول الدار نعم. وكاين واحد متواطئ معاه في الدار هذه، متواطئ معاه اللي باش يسرقوا الدار نعم. وكانوا راقدين مع بعضهم نعم. وهذاك السراق عوض هو أنه ينوض صاحبه، ينوض مول الدار. هذا هو واش كثير على الصراحه. قعدنا في الجزائر، هذا هو شوف جاو باش على جلب باش يستغلوا هذاك الحراك وما ينوضوه، على جلب باش هما يحبسوا هذه العهده الخامسه، على جلب باش هما يجدوا الواجهه، نخبر نوضوا الشعب. نعم هذه هي نوضوا الشعب، الحمد لله اللي فطن الشعب اليوم، الحمد لله. دوك ما لازمش الواحد يخليهم يسرقوا هذا الحراك وهذا المكان. نعم الحركة ان شاء الله بربي راه لصالح الشعب ان شاء الله. شكرا للاخ اخ نور الدين. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خير، بملتقى ان شاء الله. ربي يبارك فيك، شكرا للاخ حسني، شكرا. نشوفوا ترى الاخوه، نشوفوا هذا الاخ نذير. اخ نذير عندك الحساب تاعك راه مغلق، نشوفوا. اخ علي موسى اصبر شويه، اصبر دوك ان شاء الله، الا كان راك في القائمه دوك نطلعك، اصبر شويه. اخ محمد مرحبا بك، للاسف الشديد دخل وطلع وخرج. شوفوا ترى هذا الأخ وراه، شوفوا هذا علي موسى، واش الأخ هشام شوية برك صعب. أهلا. ألو. أهلا الأخ علي. أهلا أهلا أستاذ، لاباس بخير؟ قلقتك واقيل بلي ميساج من تحت، قلقتك واقيل، طلعني برا تنشوف لي ميساج هكذا. كاين الناس اللي راهم دركم على بالك في القائمه بزاف، واش تقولنا؟ انا عندي مشكل تاع الانترنت برك، ودرك لا بيريود هذه جات مليحه، سي بورسا قلت نبروفيتي باش نزل نطلع. بالنسبه للقرار تاع اليوم، انا سما كما يقولوا نثمنوا القرار هذا، بصح انا عندي وجهه نظر اخرى. نعم بالك انا القرار هذا اللي نشوف فيه، هذا الراي تاعي درك، ما بيش بان لا كاينه شريحه تدعمني ولا ما كاينش. انا هذا القرار اللي نشوف فيه
باللي هما حابين يربحوا الوقت. انا ما نحكيش على بوتفليقه، باسكو بوتفليقه راهو منتهي، نحكي على الجماعه اللي راهي تحكم باسمه سعيد حداد، المهم رجال المال هذوك كاين في هذاك الله اسمه الجنرالات اللي راهم متورطين في قضايا فساد، والله هم جابوا هذه تاع تاجيل تاع سنه ولا سنه ونصف باش ينقولوا مثلا يمسحوا قضايا الفساد اللي عندهم، مثلا يحضروا شخص واحد اخر هكذا متوسط شويه بالك مقبول شعبيا نوعا ما، يزيدوا يعاودوا يدخلوا به يستنسخوا النظام به من جديد. انا في رايي الحسنه الوحيده تاع القرار هذا تاع اليوم نقدروا نفعلوا به الماده 102، سما درك هكذا نقدروا، خاطش في الاول قال لك الرئيس او تفعل المجلس الدستوري خلاص ما يقدرش يفعل الماده 102 سما ولا ماهوش رئيس، درك بالطريقه هذه حنايا كي نزيدوا نضغطوا شعبيا ان شاء الله الجمعه الجايه والايام الجايين نقدروا نجبروا الرئيس باش يفعل الماده 102 باش نروحوا تاعك تمشي في المخطط نتاعهم هذا، اذا كانت النيه نتاعك سليمه راك تمشي في المخطط نتاعهم. اخطيك هذا الدستور هذا قلعوا من راسك، قلعوا فهمت، قلع الدستور هذه نتاع الماده 102 و105 و107 قلعها من راسك، تركز على الصح، ركز دوك هو القرار، ركز على القرار ما تركزش نتاع النوايا. النوايا بطبيعه الحال دوك هو يحوس ينسب هذا البناء نتاع الجمهوريه الجديده ليه، قال هذه راه داخله في المخطط نتاعو هو راه مازال ما لحقش ليها وراه كان حوس يديرها. ما تدخلش في النوايا انت، تركز على القرار، القرار هذا قرار حكيم. سواء داروه الجماعه هما، سواء هو انه استجابوا للمطالب، استجابوا راهم كانوا يقراوا، عندهم ناس يقراوا في التعليق، عندهم ناس يقراوا في التحليلات، عندهم كذا وشافوا باللي هذا القرار قرار صائب. انت ركز على القرار، القرار قرار صائب وقرار حكيم، والقرار هذا نثمنوه، ولكن ما لازمش نخليه هو انه يكون هناك التفاف حول المطالب نتاع الشعب، لانه المطالب نتاع الشعب الحقيقيه هي ليست العهد الخامسه وليست بارك الله فيك ببوتفليقة بيز. مطالب نتاع الشعب الحوس هو انه تشوف وجوه جديده، تشوف تسيير جديد، تشوف جزائر نتاع الشهداء، جزائر اللي ضحوا من اجلها الرجال، جزائر اللي في النقطة بها الجزائري ماشي اللي هو في النقطة يستحي منها. في النقطة هذه مثلا يقول لك بدوي وزير اول، بدوي ما عندوش بزاف من زور 6 ملايين استمارة لبوتفليقة، كيف تثق ما تقدرش تثق فيه؟ ما عندوش بزاف سمعنا زور 6 ملايين استماره، كيفاش تحبوه هو يدير لك مرحله انتقاليه والله يدير لك ندوه وطنيه؟ انا ندوه وطنيه اللي تخاف على بالك يجيب لك جماعه من النظام، نقول جماعه ندوه وطنيه تخاف يجيب لك جماعه من النظام راك تعرف من الاحزاب تاع النظام يجي يجيب لك من هذه المعارضه المفلسه هذه الاحزاب اللي يمثلوا غير انفسهم. اسمع هما واش داروا لهم دوك؟ هما هم داروا لهم هذه نتاع اللجنه نتاع المراقبه تاع الانتخابات، قالها منحاو هذا واسمه دربال يتفاهموا مع الاحزاب، قال واش نديروا لكم لجنه نتاع مراقبه تاع الانتخابات وروح انت يرشحوا لك الجماعه يخرجوا لك وجوه جديده باستمرار نتاع النظام. حنا نحوسوا على جال ناس تروح كامل، هذا المجلس الدستوري البرلمان الحكومه كامل يروحوا، هذو نحوسوا على وجوه جديده. القرار قرار صائب قرار حكيم نتاع تاجيل الانتخابات، الدستور لا راني معك في القرار، الدستور ما تديروش في راسك حنا نحوسوا على دستور جديد. الناس تخمم درك من اجل تفعيل هذا الحراك في الاتجاه السليم وفي الاتجاه الصحيح، تفكر الناس في تاطير هذا الحراك، ما تخليش انت التضحيات نتاعك نتاع الناس يسرقوها، حاول هو انك انت تستثمر في هذا الحراك وتحوله من اجل، قالوا ما راهم يحوسوا يديروا ندوه وطنيه على المقاس نتاعهم، حنا نحوسوا يكون مؤتمر شعبي، مؤتمر بارك الله فيك وفي الخارج اللي هو يقودنا الحكومه تاع وحده وطنيه منبثقه من هذا الحراك الشعبي واللي هي تسهر على الانتخابات اللي بحيث هو انه يخرجوا الممثلين تاع الشعب لا في المستوى البلدي ولا في البرلمان ولا في الولايات ولا في الرئاسه، ويكون مجلس دستوري من ناس قال مثلا محامين نزهاء من قضاه نزهاء وناس في البرلمان ناس اللي هم يمثلوا الشعب الجزائري بحق، وهذه الاساليب القديمه هذه نقضيو عليها الى غير رجعه.
كما في النقطه هذه تاع تاثير الحركه، كما حنا داك في المنطقه الشرقيه هذه بدينا تسمى هكذا نقولوا مثلا للفنانين مثلا اللي ضد العوده الرابعه، الصحفيين تسمى اللي شغل في نفس المجال، لما يتلاقاو هكذا مع العشيه ونتناقشوا في كيف في تاثير الحركه هكذا، ونحاولوا دائما نطلعوا واحد شغل هو اللي يهضر باسمنا. حنا نتمنوا هذه الامر هذا يتعمم على الولايات الاخرين هكذا، باش نخرجوا بقاده راي صح يمثلوا الشارع، ماهوش هادو الصالونات يحوسوا على التأجيل هذا باش هما يدخلوا في الانتخابات الجاية، ولا باش يطلعوا واحد من عندهم، ولا كما رانا نشوفوا دركا مثلا كما بن فليس قبيله قالها انا وانا وبنتي رانا نمشوا في الشارع من الفرحه. سما تمشي في الشارع ولا تجي في البالكو وقعد، تارك واحد من وجوه النظام، واحد من وجوه النظام تشارك كما قال هذا النظام تاع الفلول، لكن تجي ليه جبد روحك ليه الفلول كما يسميهم في فلول النظام هذوك. نعم ايه المهم هذا واش حبيت ندخل انا شكرا للاخ علي. شكرا نشوف ترى الاخ هذا خالد عباش، عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوفوا هذا الأخ سمير، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ سمير. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك. نكلم فينا الأخ سمير، نكلم فيك من ميلانو. إيه ما شاء الله أخو. الله يسلمك الله يسلمك. أنا أول غير هذا ودخلت من الخدمة أيوة. وصرات العجب، انا شفت العجب صرا في هذا اليوم، هذا يوم كريم صرا فيه كلش هذا اليوم، هذا صرا فيه كل حاجه وما فهمنا والو. قال لك خلاص خرج الرئيس من الانتخابات. لا لا بنتي انا درت لك كلاس فيري، خلينا نهضر مع الراجل. قلت لك قال لك الرئيس خرج من الانتخابات، داروا تعديل الدستور، خرج دخلوا خرجوا في الدستور. طب سمحنا ما فهمنا والو، احنا هذا وش احنا ما درنا والو، سمحنا الشعب الجزائري ما دار والو. واش من دستور ما عدلوا للدستور ولا هم يحسنون؟ قال لك سمك شغل داروا انقلاب للدستور. لا خلينا ما تدخش في التفاصيل هذيك، فهمت هذيك التفاصيل. هذوك الناس اللي راهم درك هما يحوسوا ياخذوا السلطه، هما اللي راهم يستعملوا في هذيك اسمه، فهمت يا ودي؟ هذه مشكله رانا نعانوا منها من سنين سنين سنين. دوك الناس اللي راهم يحوسوا يستلموا السلطه، قال دوك انت ما دام راهو الرئيس راهو عاجز، بالتالي دوك انت استخدم هذه الماده 102 والدستور اللي هي تقول لابد من تسليم السلطه لهذا عبد القادر بن صالح اللي هو ينظم انتخابات رئاسيه واللي داها اللي داها. لا لان حوسوا يغيروا نظام، نعطيك الفرصه انا على جال باش انت تروح زيد تجيب لي وجه جديده. لا 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 خلي الدستور نسى الدستور. دوك حنا نحوسوا ما دام راهو درك هذا القرار قرار تاريخي، لابد هو ان نثمن هذا القرار وندفع الى مكتسبات جديده، فلتكن مثلا تشكل قال مثلا هيئه، قال مثلا نتاع مجلس على شكله مجلس الاعلى للدوله، قال من شخصيات محترمه اربعه خمسه سته، فهمت؟ قال مثلا فيه زوج نساء وربع رجال. اي والله العظيم وربع رجال من الشخصيات الوطنيه، ناس اللي عندهم سمعه طيبه، ناس اللي ما يشاركوش في هذه الموائد نتاع النظام، شخصيات فيما بعد هما يحضرون هذا المؤتمر هذا في الداخل وفي الخارج، وتروح الناس نحو جمهوريه جديده، فهمت؟ بناء جمهوريه جديده على اسس صحيحه. انا ناخذ المثل، انا عايش في ايطاليا وناخذ المثل من ايطاليا. مؤخرا ايطاليا تغير الوزير الاول تاعهم، تغيروا ناس جدد انا عمري لا شفتهم، 10 سنين قبل ما كنتش نعرفهم، وجوه جديد نمط جديد، شباب خدم وبغى يطلع ورام يطور، يعني ما كانش برلوسكوني تاع زمان وما كانش بزاف حوايج تبدلت في القوانين الايطاليه وتنظمت ايطاليا والحمد لله. اسمع حنايا رانا بنفس الوجوه انا نشوفوا فيهم كل سنه كيف 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 كيف، غير هما غير هما غير هما. احنا انا واحد من الناس كرهت لا دستورهم لا عبادهم، انا كرهتهم من الوزاره وطلع، ما نحبهمش كامل، كرهوني في ديك 20 سنه وانا نشوف غير نفس الوجوه.
صحيح. ما عندناش علي من نهضروا دركا؟ مش من وجه لصالح البلد تاعنا. انا انسان ضعيف سياسيا، انا كنشوفهم كشغل في الحراك هذا، وانا منش معاهم، نحس روحي انا مانيش نعاون فيهم. لا اخويا راك ثم في ايطاليا صاحبي، ديروا ثم جماعه وخرجوا ديروا. دارنا جماعه هنا، احنا شحال احنا في ايطاليا سيرتو في البلد اللي عايش فيها هنا، ما كانش بزاف جزائريين، ما كانش. معليش الا بغى 10 من الناس، 10 من الناس كانوا تحادثوا نهضروا في السياسه هذه اللي نعرفوا فيها. غير ديروا لايف هكذا، قال لكم تحكيوا في الموضوع تاع الجزائر ونشروه لكم علاه، ما كان حتى مشكله. هذا الامر على بالك، ولينا نشوفوا في امر خطير في الجزائر دوك. احنا دوك الحراك اللي داروا الناس هذو كامل، انا نشوفوه باللي ما نجحش. انا بالنسبه لي الخطوه الاولى هذه نجحنا فيها، بصح الخطوه الثانيه صعيبه. ان شاء الله كي يكونوا الناس واعيين بالتحولات هذه وفاهمين الالعاب تاع النظام، ان شاء الله ما يتسرقش هذا الحال. لا انا الحاجه اللي محيرتني، وشنو هو البا اللي راح نديروه دركا؟ لازم تكمل الناس، تكمل في الحراك، لازم تكمل في الضغط نتاعها من اجل تجسيد نتاع اسس صحيحه لبناء جمهوريه جديده. ما لازمش تروح انت في الخط نتاعهم، القرار صائب ثمنه وامشي لقدام. هو احنا اصلا كي بدينا الحراك هذا، بدينا على حساب باش نغيروا هذا الشيء كاع اللي كاين في يعني من الجذر تاعهم، نبدلوا كل شيء. نعم احنا هذا هو الشيء اللي بغينا نبدلوه. نعم ان شاء الله. شكرا الاخ سمير، يعني راهم كاين اخوه اخرين راهم ينتظرون، نحاول نمرر لهم الكلمه. شكرا الاخ سمير، شكرا. شكرا الاخ سمير. شوفوا ترى هذه الاخت، ولا اسمها هذه الاخت هي اسيا. مهم اعذر الاخوه، كاين مرات الناس اللي عندهم افكار وفاهمين الامور كيفاش راح تمشي. الاخت ساميه راني دخل، والله اسيا والله وش اسمك، راني طلعتك ويبدو هو انه عندك مشكله في الخط تاعك. تي طلبتي على جل باش تضيفي وتتكلمي وديري الديبا وكذا، ومن بعد كي طلعتك الو 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 ما كانش. فهمتي؟ اني زدنا اني للاسف الشديد انت تطلبي من بعد ترفضي وتكتبي في بالله كي تحاولي تطلعي. شوفوا هذا الاخ سامي، لا اله الا الله، شوفوا الأخ هذا عزيز، شوفوا هذا الأخ أحمد، دوك نطلعكم بالواحد. المهم اللي طلب الاضافه فقط ينتظر برك، هذا مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك الاخ احمد، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الاخ احمد؟ امستردام هولندا. ما شاء الله، مرحبا بك الاخ احمد. واش تقول لنا الاخ احمد في الموضوع التالي؟ الاولى اللي نقولها نفتخر بالشعب الجزائري، افتخار ما عندوش حد، ولي الشرف ننتمي لهذا الشعب العظيم السلمي الحضاري اللي شرفنا في الحقيقة في الغرب، في الإعلام، في مع الأصدقاء الهولنديين. يعني لا يعني حاجة حاجة حاجة، عندي ثقة الآن في الوعي تاع الشعب ماشي كيما بكري. لا غير اللي زعما اللي راهي دروك كيفاش يقولوا، اسمح لي على اللغه شويه، راهي ما فيش مشكله، تكلم باللغه اللي تريحك. صح. المشكله دروك هذا الحل كيفاش في هذه القضيه؟ احنا على بالنا هذه المراوغات التحوم ويحاولوا ما امكن
يروغوا الشعب، لكن الحل بالنسبة للشعب ايه هو؟ يبقوا في الـ في في في, في المظاهرات، ولكن لازم يكون حل، لازم يكون حد للمظاهرات. يعني كيف في نظركم؟ ما فهمتش السؤال تاعك. احنا الان راه على بالنا باللي عندهم مراوغات هذه بالنسبه يروغ على رواه، يروغ على روحه. لكن احنا كشعب ما الحل اللي نعملوا؟ غير مظاهرات نبقوا هكا؟ لا هي العمل. المظاهرات رانا قلناها، المظاهرات راها وسيله، الانتخابات راها وسيله، العصيان المدني راه وسيله. احنا لازم الانسان يركز على الهدف، بارك الله، ويدير له الميكانيزمات اللي يقدر يحقق به هذيك المطالب نتاعو اللي راها مشروعه. هذه الاشياء هذه نتاع المظاهرات والاحتجاجات، مسيرات كانت او تجمعات، نشاطات مختلفه مهما كان العنوان نتاعها، عصيان مدني، انتخابات برلمانيه، بلديه، رئاسيه، كلها هذه وسائل. احنا لازم الانسان يركز على الهدف، ما الذي تريده انت من خلال تغيير هذا النظام؟ واش رايح دير؟ يا هل ترى راح تدير نظام اشتراكي؟ يا هل ترى راح تدير نظام رأسمالي؟ يا هل ترى راح تدير انت نظام رئاسي؟ يا هل ترى راح تدير انت نظام تاع شبه رئاسي؟ يا هل ترى راح تدير دولة لائكية؟ يا هل ترى راح تدير دولة إسلامية؟ ما هو الهدف نتاعك من خلال تغيير النظام؟ هدف تاعك حدو ما هو؟ واش راك راح تدير انت بعد تغيير النظام؟ من بعد انت لازمك انت آليات اللي هو انت تحقق بها هذاك التغيير اللي انت راك تحوس توصل ليه. واش تحوس تدير؟ هاو الهدف تاعي انا راني رايح ليه. لانك انت لما ما يكونش عندك هدف راك قاعد كيما شغل كيما النحله هذيك، والله حاشاك الذبانه هذيك اللي راها تدور تدور والو، ما كان والو. صح، لازم واحد يكون عنده الهدف. ما هو الهدف تاعك؟ ها هو درك، ها هو بوتفليقه 20 سنه من الحكم عاود رجع لنقطة الصفر. صح، فهمت لماذا؟ صح. لأنه ما كانتش الناس عندها رؤية بعيدة، ما كانش الناس عندها هدف اللي هو يلاقي إجماع وطني، ما كانش. بالتالي درك حتى هاد الناس اللي راهم درك هما منهم اللي راهو يسعى للتغيير، حتى إذا كان نمق في الخطاب تاعه أو غير في المصطلحات تاعه، ولكن والله يعني قلت أنا شحال من مرة بالصوت وبالصورة، والله تطلعوا للسماء تهبطوا للأرض غير تعاودوا ترجعوا للهضره نتاعي. هاي والله تروحوا وين تروحوا تعاودوا ترجعوا للهضره نتاعي. يعني قلتها قلت لهم والله وتروحوا تطلعوا وين نحو وين تروحوا تعاودوا ترجعوا للهضره نتاعي. باسكو أنا نهار فكرت في هذا الموضوع بناء على التجربة، شغل هكذاك برك، عشنا في الجزائر المأساة، عشنا في الجزائر وعرفنا هذه الأمور، والنهار اللي درست بعض الكتب تاع التاريخ وشفت هذه الصراعات اللي كانت موجودة واللي الآن راه تورث بواجهات مختلفة، فهمت باللي الموضوع هذا لازم تلقى حل. الحل في الجزائر هي المصالحة الحقيقية، ولكن هذه المصالحة نوصل لها كنتيجة، فهمت؟ صح. الآن احنا دوك هذا المؤتمر هو اللي يقودك الى التغيير. اشفى مليح الكلام نتاعي اللي راني نقول لك فيه. حق الهدف، الهدف نتاعك واش هو اللي راك حاب توصل ليه؟ حاب نوصل لمصالحه حقيقيه. تا دوك دير تغيير، دير تغيير، ومن بعد اش راح دير؟ صح، قول لي اش راح دير. صح، تقعد تدور في حلقه مفرغه، دور فيها دور فيها، راك دور تقعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة تعاود ترجع لنفس النقطة. 40 سنة شوف. صح. دير دي تيتر، دير قال جمهورية جديدة، قال دي قال دي، تروح 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 تعاود ترجع للموضوع اللي هي المصالحة. كم ما تكونش هناك مصالحة حقيقية، ما راك راح تنهض بالاقتصاد، ولا راك راح تحقق الوحدة الوطنية، ولا راك راح تحفظ الأمن نتاع الجزائر، ولا راك راح تحقق التنمية، فهمت؟ راك راح دير والو، راك راح تنهض بالبلاد. نهار اللي نتفاهموا مع بعضنا البعض، نهار اللي نقبلوا بعضنا البعض،
في من بعد في ذاك النهار فيما بعد تحكي انت على جزائر جديده وتحكي ما دام انت ما عندكش هذه النيه نتاع انك تقبل خوك الجزائري ممكن حتى تغير في البلاد اهدر على راه قول واش حبيت صح لكن انا نظن الصندوق هو اللي راني قلت لك الصندوق وسيله صح صندوق وسيله روح جيب لي انت دوك واحد انتخبته راه هو ممثل الشعب ومن بعد ما دام الهدف هدف مش هدف صحيح جيب واش حبيت جيب واش حبيت لازم يكون عندك هدف انت اللي دوك انت شوف نعطيك امثله من الواقع ترك قال مثلا دوك راك في سطيف راك خارج من الدار تاعك وينك رايح وين رايح لازم يكون عندك هدف ايه وينك رايح خارج رايح للعاصمه لماذا رايح للعاصمه واش راح دير في العاصمه لازم يكون عندك هدف وين راك رايح وين راك ماشي ترك خرج من الدار تاعك ومن بعد راك خرج من الدار تاعك ومن بعد لازم قبل ما تخرج يكون عندك هدف وين راك رايح قاعد تروح هاك خارج ما على بالكش وين تروح تخرج نتاك في سطيف قال لحقت البرج من بعد بات برا من بعد ما على بالكش والله ترجع لسطيف والله تروح لبجايه ايا وقيل روح لبجايه روح لبجايه بصح ما على باليش انا راني رايح لبجايه وقيل نشري شويه نتاع زيت ونشري شويه كرموس شويه زيتون ايا اوكي ومن بعد ما على بالكش واش راك دير نفس الشيء في السياسه لازم يكون عندك هدف هدف نتاعك هذا اللي انت راك تحوس وديرو من التغيير ما هو ومن بعد انت ترسم له خطه ودير له استراتيجيه وتروح ليه وحده وحده واحد اللي راه عنده هدف عنده هدف قال درك بار اكزومبل مثلا واحد راه رايح يبني مؤسسه يشوف هو قال مثلا ما على باليش انا انجينيور في التخطيط والله يدير له ان بلون مؤسسه هذيك نتاعش نتاع قال مثلا صناعه تاع الصناعه نتاع واش قال ما على باليش انا نتاع الفريجيدارات وكذا وعلاش راح ديرها الى غير ذلك من الاسئله ما هو الهدف تاعك وتكون تعرف ماشي غير هكذاك برك فيما بعد انت توصل هاد الناس اللي راهم ربحوا راهم داروا حقوا تحسب هاد الناس اللي راهم هما داروا نهضه داروها غير هكذاك برك لا فيها ثوره سلميه هي مهم شكرا للاخ احمد بارك الله فيك بارك الله فيك على التوضيح شكرا للاخ احمد وعليكم السلام شوفوا ترى هذا فواز اخ فواز مخناش راهو عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك الاخ فواز شوف بالك شمارك غالق كاش بوطون ولا نفس الشيء الاخ سامي حمادي نفس الشيء الاخ هذا عزيز نفس الشيء الاخ عزيز قوادري وهذا نشوف ترى هذا الاخ بوسعد هذا مهم يبدو هو انه الناس راح عليهم الحال راحوا يرقدوا مرحبا عزوز الاسم نتاعكم راك تكلم فينا وتفضل شوف ترى هذا الاخ بوزيد اخ بوزيد راني طلعتك ولكن رفضت شوف ترى هذا اللي مسمي روحو سيدو اخ عزدين من بات مرحبا بك الاخ عزدين تحاول تطلع الاخ عزدين ولا كيفاش وعليكم السلام الاخ احمد اخ سعيد بنطلع ايه اخويا السعيد يا اخويا
شوفوا ترى نعاود نطلعك هذا الأخ. أخ سعيد راك فكرتنا في عمي عمر مر فرحتي. أيوة الأخ الكريم مرحبا بك، اسم ومن راك تكلم فينا وتفضل في الموضوع. هيا تفضل. شوفوا ترى هذا الأخ طارق هذا. الأخ تعبتنا تحاول تطلع اصبر شوية. شوفوا ترى بالك لعود. الأخ اللي تسمي روحك طارق بن زياد مرحبا بك. الو وعليكم السلام الاخ رشيد. الاخ راني طلعتك انت عباتنا وراك رفضت، تسمى مع انت باللي انت كي يجيك صاحبي اكسبتي لانفيتاسيون، كيفاش تحاول تطلع وتوم بعد ترفض لانفيتاسيون؟ لازمك تاكسبتي لانفيتاسيون باش تقدر تطلع. الاخ هاني مش هي راني ما طلعتك المره الثانيه الاخ الكريم متعبتنا. نزيدو نشوفو ترى الاخ خونا رشيد. الاخ محمد يا خويا قلت لك انا الهدف هي المصالحه الوطنيه الحقيقيه، هذا هو الهدف. اخ رشيد مرحبا. السلام. وعليكم السلام مرحبا بك الاخ رشيد. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ رشيد؟ رشيد من كندا. مرحبا بك الاخ رشيد. كاش راه عندكم ثلج والله. راه يطيح الثلج كاين والله. يا خويا بصحتكم. الله يسلمك. اللايف هذا تاع من تاع الانتخاب تاع الاخرين هذه تاع تاع تنحي الواز تاع النحو ويحيى وداروا يا حول القرار هذا تاع تاجيل الانتخابات هذا. واش رايك انت في هذا الموضوع هذا؟ صح خارج القانون هذا ولا لا؟ لا باسكو احنا رانا نشوفوا فيها باللي شغل راهي في يديهم، في يدين السلطه. السعيد راهو السعيد هو اللي راهو يتحكم في زمام الامور، نحي هذه دير هذه ونعطيو يد وعام باش ما يتحاسبوش، يصفوا حساباتهم ومن بعد يبقاو غير هما يدوروا. يا خويا هذا رأي تاعك، هذا رأي تاعك، ولكن يبقى هذا الرأي هذا كما نقولوا قابل. هذا لا لا هذا رأي الله أعلم، رأي الشعب ككل. خاصكو مطالب الشعب نهار خرجوا، ما احنا كي خرجنا لهنا ما خرجناش على جال نحي ويحيى وجيب بدوي و لا لا بعد خلينا هذيك تفاصيل. إيه تروح اللي راهم كامل في النظام، كامل اللي راهم في النظام كامل اللي يروحوا بداها من القايد صالح السعيد. ماناش حابين نزيد نشوفهم، ماناش انا واحد ماناش حاب نزيد نشوفهم كامل. حداد رب كامل ماناش حابين نزيد نشوفهم في فلان. هذه هي ماشي نحي فلان جيب بدوي جيب كذا. الوزراء كاع اللي راهم في الوزراء اللي جازوا في العهده تاع بوتفليقه في 20 سنه اللي جازوا في العهدات الاخرين تاع بوتفليقه، ماذا بينا كاع واحد ما يزيد يشدها. ما من الولاد تاع دوكا حابين شغل يطلعوا عباد جدد. معاك الاخ الكريم، هذيك تفاصيل انت اللي راك تحكي فيها، هذيك تفاصيل. لكن القرار هذا القرار نتاع تاجيل الانتخابات هذا هو لا ينافي الكلام نتاعك انت، فهمت؟ هما دوك هما اصبرني هما دوك القرار هذا نتاع الانتخابات لازم تركز على القرار هذا، من انه راهو قرار صائب وحكيم. لكن درك هما شوف نقول لك نعطيك مثال من الواقع.
كنا في انترسيكسيون، فهمت؟ كنا في مفترق طرق. وواحد راه دوك تسمى شغل يمشي بالطوموبيل هذيك، انسان ميت. دوك المهم راه حبس الطوموبيل في المفترق تاع الطرق هذاك، يا اما هو انه ويكون قائد صحيح ومن بعد هو يدي السياره هذيك نحو الهدف، واما هو انه تروح تدخل في بعضها. لا بصح كاين دوكا رجال اللي يقدروا يحكموا الجزائر، ماشي معناتها ناجلوا الانتخابات. حبي يقول ما كاش رجال اللي كاينين، ماشي شرط ناجلوا الانتخابات نظلوا دائما احنا الشعب هذا فبركه هذه فبركه شغل. والله ما مرات تاع ساعات نشوفوه في بلد. ما راكش تفهم في الكلام تاعي، ما راكش تفهم في الكلام. لا انت سؤال موجه اليك يا اخي. شوف نقول لك، احنا راه عندنا سنوات احنا نحكيو في هذا الموضوع سنوات، كنت تجيني في الاخر ماكش فاهم الموضوع، من بعد نولي نعاود نهضر لنا في نفس الهضر. ايوا انت راك مع تاجيل الانتخابات ولا ما راكش مع تاجيل الانتخابات؟ ماش من الفكره اللي تايدها وشنوها؟ ياك شفت كيفاش تعاود ترجعني للزيرو. لا السؤال هذا، السؤال هذا السؤال هذا بالنسبه لي، اسمع انا هذا السؤال بالنسبه لي راهو مستفز لي انا، يستفزني. لا ماشي مستفز في الاخر. جامي حضرت الحوار، جامي حضرت النقاش، جامي وسموه، من بعد تجي انت كي شغل واحد دوك هذاك اللي راهو في الصحراء راه هو يمشي بسوميرو مارك، وواحد راه يحبس فيها حبس، الاخر ذاك يقول لك باللي راه كاش ما صرا هو، هذا واحد تفضل ها وحبس واش كاين شحال راه الساعه هذا. لا كامل انا السؤال جاب كامل على جالو شحال راه الساعه، ها نفس الشيء راك دير لي انت. لا السؤال هذا انا دوكا كانت سقسيني انت، كي سقسيتني قلت لي اسكو راك مع تاجيل الانتخابات ولا لا. الراي تاعي باين، مانيش مع تاجيل الانتخابات. انا اللي راني سالتك، انا اللي راني ادير في الحوار، حاب نسمع الاراء تاعكم. انا الراي تاعي راهو منفرد، انا راح نسمع الاراء تاعكم انتم، كيفاش راك تفكر انت، كيفاش راك تشوف انت في هذا القرار تاع تاجيل الانتخابات، وعلى جال باش ما نظلوش الشعب، باش ما تبقاش الناس. لكن انت قبيل قلت لي كي هضرت معك هكذا قلت لي لازم تفهم باللي تاجيل الانتخابات راه شغل في صالح الشعب. اسمع تايا روح من بعد كي نكملوا الحوار عاود اسمع الكلام واش كنا نهضروا، خاطر كون كل واحد يجي انا عمره لا تبع الحوار نقعد انا في قاعد نعاود في نفس الكلام، ومن بعد الحوار نديها انا كل الحوارات نديها انا معاوده نفس الكلام، الناس تمل وتروح. عاود ما سمعتش روح عاود اسمع الكلام تاعي، واش راني قلت انا في تاجيل الانتخابات، واش راني نحكي انا على الانتخابات، الطرق نتاع التغيير، الهدف من التغيير الى غير ذلك. لا بصح السبب، اعطيني السبب الرئيسي لتاجيل الانتخابات. الاخ الكريم انا ما نبقاش نضيع في وقتي معك. شوف ترى الاخ واسمو اللي ما راهوش يتبع في الحوارات يروح يبحث في الحوارات، راها مسجله ومنشوره ويروح، ما نبقاش انا دوك نضيع في وقتي مع الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ خالد. واش راك الاخ نوردين، استاذ نوردين؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك، تفضل الاخ خالد، من راك تكلم فينا؟ هذه المداخله هذه، انا نكلم فيك من سطيف، رانا في سطيف. مرحبا بك، وين سطيف صاحبي؟ وين في عين الرنات في طنجة؟ وين سطيف؟ سونتر في بيلار، رانا في بيلار. وين أنا في البرارمة؟ وين جهة؟ في البرارمة. واش راك؟ واش راك أستاذ لباس؟ والله أنا لباس. راك من مربعين ولا والو؟ مربعين إيه، كلينا البرات، كلينا مبرجو وخلاصت وراح نزيدو. ورانا خلينا السهمة تاعك، خلينا هالك. ربي يبارك فيك، ربي يحفظك. أمين يا ربي. أستاذ نوردين عندي مداخلة على الموضوع هذا تاع تأجيل الانتخابات.
ايوا تفضل. هو القرار قرار صايب يعني كما قلت حتى، وشني كاين حاجه يعني لازم الحراك هذا لازم يخرجوا الناس اللي يقودوا الحراك هذا، كون يقعد الحراك هكذا خلاص ضيعنا. الشوط اللي قطعناه راح، الشوط اللي قطعناه ولا حنا قطعوه يروح. هو لازم الناس يتقود الحركة، لازم تخرج خلاص، ما بقاتش تقعد مختفية على الإنظار، لازم تخرج الناس يتقود الحركة هذا. والحركة هذا نشوف فيها أستاذ مستهدف، تسمى الأسماء ديما اللي هم يعرضوا فيها الأسماء في الفيسبوك، هم يطرحوا الأسماء هكذا، وبعد الاسم اللي يطرحوه يهاجموه. يا أستاذ أكتب فيه الاسم اللي يتطرح يهاجموه. إيه شوف، هو أقول لك شوف، الحاجة الأساسية هو أنه كما قلت أنا لازم الناس أولا تحدد الهدف نتاعها من التغيير. بعد التغيير واش راك راه دير؟ استبدال شخص بشخص او مجموعه بمجموعه في ظل نظام قائم يتغير باسماء جديده، ما راهو رايح يغير والو. حنا لازم الناس يكون عندها وعي تام باللي لابد من تغيير جذري. هذه الحاجه الاولى، لازمنا بناء جمهوريه جديده، مش جمهوريه ثانيه، جمهوريه جديده. بمعنى أن الجمهورية لم تؤسس على أساس صحيح، جمهورية جديدة نحوسه، وهذه الجمهورية لازم تؤسس على أسس صحيحة. والجمهورية هذه ما لازمناش نديرو احنا في بالنا باللي احنا اللي رايحين نبنيوها، احنا رانا رايحين نأسسو لها، نديرو لها أسس صحيحة. بمعنى أنه تكون هناك مؤسسات منبثقة من 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 الشعب، مؤسسات شرعية، ونمشي خطوة خطوة لبناء هذه الجمهورية الجديدة، ويجيوا أجيال فيما بعدنا اللي هما يواصلوا يكملوا في هذاك الطريق على أسس صحيحة. يكون عندنا الهدف حوسوا على جلها، والهدف نتاعنا قال احنا رانا نحوسوا نبنيوا جمهورية جديدة، بحيث هو أنه هاو الهدف على المدى الطويل. قال احنا نحوسوا، قال مثلا نتصالحوا في بيناتنا، نصفيوا هذه الخلافات اللي راها موجودة، سواء تعلق الأمر بالتاريخ ولا بهذه الأمور هذه نتاع الصراعات المذهبية، الصراعات المختلفة اللي راها موجودة حول الحكم، حول السلطة، حول المنظومة نتاع الحكم، في حول الأسرة، كل هذه المشاكل اللي راها موجودة نحاولوا نصفيوها، ولكن تصفيها في إطار تاع دولة نتاع مؤسسات. ما تقدرش أنت في ظل الفوضى هو أنك أنت تحقق في 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 ملفات نتاع الفساد وفي كذا. القاضي مرتشي، الكاتب مرتشي، فهمت؟ القاضي مرتشي، الكاتب مرتشي. أنا متفضل. أستاذ، إحنا المنظومة هذه ورثنا عليها أمراض، هذه ما تقدرش تحلها في سنة ولا سنتين، لازم سنوات. هذه ورثنا أمراض هذه من المنظومة هذه من 62، إحنا ورثنا عليها أمراض كبيرة، ما تقدرش تجي في ظرف سنة ولا سنتين راح تتحل. هذه تحل مزمن. هذا هو، لازم واحد تكون عنده نظرة. وأنا أشوف أستاذ فيها اليوم هو كاين قرار مليح، وكاين فيه حاجه اخرى هي فيه ممكن استفزاز، يعني على جال انه حطونا هذا البدوي ومن هذا استفزاز. يعني مش استفزاز، لانه شوف قلت لك انا، هو الحراك كان مخترق في البدايه. هاي لازم الناس اللي راهم يؤمنوا بالتغيير الحقيقي لازم يفهموا هذه المساله، وما زال الى الان راهم ناس حابين يتصدروا الحراك وحابين يحرفوا على المسار تاعو. ناس حابه فقط هو انه يمنعوا هذه نتاع بوتفليقة من الترشح، فهمت؟ مستعملين هذا المرض نتاعو من أجل منعه، ويحاولوا هو أنه فيما بعد يستلموا السلطة بالقوانين اللي راها جارية، ويأخذوا هذه الصلاحيات اللي راها عند الرئيس، ويديروا التير في الشعب، فهمت؟ أنا ما استعملوا هما، استعملوا ناس مشاو هذه الفطرة واسمه هذه الفكرة هذه نتاع بوتفليقة يا المروكي ما كانش عهدة خمسة، ومن بعد هما الحراك خرج عليه يديهم. دوك الان هما راهم يحوسوا يريكيبيريوه من خلال اسماء. انت راه منهم اللي راهم يبانوك ناس معارضين، ولكن راه من توهم. توهم نعرفهم يا استاذ، نعرفهم التاريخ تاعهم. لازم الانسان يدقق جيدا في هذا الناس، في الخلفيات نتاعهم، في الافكار اللي يحملوها، في الاهداف نتاعهم، ويشوف التاريخ نتاعهم. يا هل ترى قال مثلا هذا راه واحد ترشح فيما سبق، يا هل ترى وش من حزب كان فيه، يا هل ترى الى غير ذلك من المسائل لازم الانسان يوسي فيها. فيما بعد لازمك تقطع لهم الطريق، فهمت؟ هما راهم دوك يناوروا، عندهم صفحات في الفيسبوك، عندهم صحف تدعم فيهم، عندهم قنوات، محاصرين اللي راهم عندهم اصوات اللي تعبر فعلا بالحراك الشعبي،
حاولوا يشوهوهم، يحاولوا يديروا لهم ملفات، يحاولوا كذا على جال باش هما يخطفوا هذاك الحراك، سواء الناس هذو اللي راهم يحوسوا السلطه او الناس اللي راهم درك هما موجودين في السلطه في الصف الثاني ولا في الصف الثالث، ويحوسوا هما يتقدموا خطوه الى الامام على جال باش يمسكوا بزمام الامور. حنا جات هذه الفرصه نتاع الحراك، لازم يكون حراك واعي، بعيدا عن الاقصاء، بعيدا عن التهميش، بعيدا عن النظره الضيقه، لازم الناس يكون عندها افق بعيد وتفكر الناس في المستقبل، تمشي واحده واحده، ما تعطيش الفرصه لا لهاد الناس اللي راهم في السلطه او الناس اللي راهم يحوسوا يوصلوا للسلطه. استاذ دوكا هما البلان ا تاعهم مشاو فيه، رشحوا بوتفليقه، خرج لهم هذا الحراك بقوه، ما كانوش يستناو فيها، وما حطينا نهار الاول في لوفان دو هذه الناس تهضر برك، ما حطوش باللي راه يخرج هذا الضخم مسيره في البرومي ويزيد يكمل على الشعب ويزيد فاتوا البلان بي. في البلان بي دوكا رانا في البلان بي دوكا، تا في البلان سي واش راك تتوقع استاذ؟ واش ني توقعات هما هما اللي اسمو البلان سي هذاك، هما هما كانوا دايرينه في حاله وفاه بوتفليقه، فهمت؟ أنني كتبتها، كتبتها قبل ما أنه مع هذه الهيئة الناخبة في حالة وفاة بوتفليقة. دوك هما البلان بي راهم مشاو فيه، بلان بي هما دوك الآن راهم مشاو فيه، يحاولوا هو أنه يلقاو مخرج مع هذه الأحزاب اللي أنت راه كاين منهم اللي راهو يعتبرون باللي راهم معارضة، هما راهم نتوع النظام، النظام بشكل واحد آخر. يحاولوا هو أنه دوك الآن يتفقوا معاهم على جال باش يلقاو صيغة اللي هي تمنع التغيير الحقيقي، وقال مثلا يشوفوا، قال مثلا هذه اللجنة نتاع مراقبة الانتخابات ربما يشوفوا لهم، قال اقترحوا لنا شخص ويديروا انتخابات حرة بالنسبة لهم، حرة بالنسبة لهم، شفافة بالنسبة لهم. قال يخيروك، خير الكوليرا، خير المرض تاع المعدة، خير المرض تاع الراس، خير المرض تاع الوذنين ونتاع العينين، وبانتخابات شفافة وديمقراطية، وخير ادي خير انت واش تحب تدي. هذا واش اللي يحوسوا عليه حنا دركا؟ دابا راهو كاين هناك حراك، لازم هو انه يفعل هذا الحراك ويدفعوا في الاتجاه الصحيح، في نفس الوقت يثمن هذه الخطوة. ما لازمش الانسان يروح، انا سمعت البعض المبوقلين هكذا باو فهم فيها حتى حبه، وحط روحه محلل سياسي ويدير روحه مانيش عارف انا كذا، وقاعد يظلل في الشعب كل يوم، يخدم في خدمه المخابرات ويدير روحه باللي راهو معارض من المعارضين مانيش عارف واش. جاء قرار، قرار حكيم رايح يمنع البلاد من مجازر، جماعه راها قاعده تخطط، راها تدير في ميليشيات راها توجد فيها، جماعه راها تخطط على جال باش تدير تخدم، اسمه انت قاعد تهيئ لهم في الارضيه. صح، روحك معارض، واش من معارض هذا انت؟ انتك تخدم معاهم بالغباء نتاعك وبالجهل نتاعك، ما نمشيش معاك. صح، قرار حكيم جنب البلاد مآسي واحد اخرى، ولكن هما الان حابين يلتفوا عليه، حابين درك هما هاد المجموعه نتاع السلطه، قال هما اللي راهم يحوسوا على هذه نتاع الجمهوريه الجديده، يديوها في الاتجاه نتاعها تاعهم هما، يديروا لكم ملعب على جبل الخادم الله يحطوه لكم على راس الندوه الوطنيه هذه اللي راهم يحوسوا يديروها، يديروك الاخضر الابراهيمي، ويجيبوا ناس حتى اذا كان يجيبوك مثلا مثال، قال مثلا انا يجيبوك انت ثم يغموك، فهمت؟ يغموك يعيطوا لك انت لما تروح، ها هو غير نعطيك كم مثال برك، ها عندهم لك قدام من النار وما يتصلوا بيا انت تاع النهار هذا. سالته سؤال واضح، هذاك حفصي هذاك بالك لا دراو يسمع فيه حفصي، قلت له انا شكون هاد الناس اللي انت استدعيتهم باش انا لما نجي انا نعرف نروحي مع من راني نحاور، واعطيني المحاور تاع النقاش. لا اعطاني المحاور تاع النقاش ولا اعطاني الضيوف، حتى دوك راني نسمع بعث لي واحد ميساج هم جابوا بالزديره، تسمى شغل نتاع بدير لي مقلب. صح فهمتني، امشي 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 في الاتجاه الصحيح يا صاحبي، ما تروحش انت تروح تاه في الاخر تاعك، امشي في الاتجاه الصحيح. حوسوا على مؤتمر في الداخل وفي الخارج. والله يا استاذ الشيء اللي مقلقنا، يعني انا ما عنديش، يعني الانسان راه بعقله زعما الواحد عطاه ربي عقل راه يخمم، تما راه يخمم قبل ما يمشي اي خطوه. يعني الشيء اللي مقلقنا يعني الحراك هذا، ما كانش اللي يقود الحراك هذا، هذا اللي يستعمل تما يروح للجهات اخرى، هذا اللي خايفين منه. نمشيو الخطوات عمليه، الناس اللي امنوا
بالفكرة نتاع الجمهورية الجديدة، الناس اللي أمنوا بالفكرة نتاع المؤتمر في الداخل وفي الخارج، يلا بدأوا الآن في كل الولايات ديروا نواة صلبة، وفيما بعد نشروا الأسماء حتى باش الناس اللي جاش مثلا في عليه كلام والله يلا الناس تبدأ تهيئ في رواحها من الآن. انسوا هذو واش راهم يهضروا في النظام، والله قرار صائب وحكيم هذا نتاع تأجيل الانتخابات، لكن احنا الآن نفرض احنا هذه الجمهورية الجديدة التي نريدها ونعمل لها. يلا تحركوا يا شباب في كل ولايات نتاع الوطن، وخليوا الناس تخرج من هذا الحركة. انا ننسق بيناتكم فقط، هذا مكان ننسق بيناتكم، فيما بعد نشوفوا شخصية وطنية، زوج شخصية وطنية ومعهم امرأة يترأسهما هذا المؤتمر في الداخل وفي الخارج نفس الشيء، وينبع تنبع أجيال جديدة من هي اللي تأمن بالجمهورية الجديدة، ونبنيه الجمهورية مع بعضنا البعض. أنا فقط طرني خدام معكم، طرني قرصون أي سيدي، طرني خدام معكم. لا حبيتوا تعطيوني ندير لي زافيش في الباب، نهزكم أنا لي زافيش واسمحوا لي وبعد هذا مكان. المهم ما تخليوش هذا الحراك يتسرق، ما تخليوش هذا النشاط وهذه التضحيات نتاعكم يديوها ناس. فهمت زيد ولا عمر ولا ذاك قاعدين يخدموا معاهم، كل مرة يلعبوا لكم، كل مرة يلعبوا لكم لعبة. أنا راني نحوس على التغيير حقيقي، بعيدا على هذا التغيير التعليرات تتلادي به السلطة، وعلى هذه الأحزاب العميلة فهمت، وهذا المعارضة نتاع الخوطي. أستاذ الأحزاب يبانت الأستاذ ذوقي في حرب التموقع، رام في حرب تموقع، ما عندهم حتى أدب وما عندهم أدب وعد، وما عندهم في حرب تموقع، يحوسوا يتموقعوا برك من الحراك هذا، وشني يحوسوا الفيدة تاعه ماذا ما كان، ما عندهم حتى فيدة أخرى، وما في حرب تموقع برك يحوسوا يتموقعوا وما قدروش، لأنه الشعب رافضهم، الشعب رافضهم. نعم شكرا للاخ خالد، ربي يبارك فيك. نشكرك استاذ نور الدين، ربي يوفقك ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله مساء الخير. ربي يبارك فيك، شكرا. الاخت واسمو يعني نزيد نعاود، ما عندك واسمو راكي غالقه الهاتف نتاعك، وكيف راح نعيط لك انا؟ شوفوا ترى هذا الاخ توفيق، الاخت هذيك اللي ترمزي الاسم نتاعك اسيا ولا مش عارف، افتحي الهاتف نتاعك كي غالقاته، شوفي لي بارامتر تاع الهاتف نتاعك. اخ توفيق مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا متشرفين كما يقول لك بنكونوا لايف معك. الله يبارك فيك. يبسع أخويا ورينا وجهك. متشرفين ومضرق علينا. دي بريفيرونس خلوهم بريفي بارك. ما فيش مشكلة سيدي، تفضل. مرحبا بك الأخ توفيق، برك تكلم فينا. نكلم فيك مشلف. مرحبا، تفضل. الله يسلمك. أستاذ بغيت نشاطرك الرأي وندير بعض التوضيح على الأمر هذا. دروك القرارات هذو اللي دارهم سيد الرئيس ربي نقص مع عمرنا ويزيد في عمره، هي شغل إلزيتي أوبليجي، ما كانش عندهم الوقت. هذو قرارات على درنيير مينت، الديسيزيون اللي داروهم اللي دارتهم السلطة مؤخرا ديسيزيون مينابل تاع سنة أولى تاع خلاص. تقول انت واحد كما يقول لك سياسي لباس به يبقى يشوف فيهم هكذايا، يقول باللي هذوك شغل لعب ذراري، شغل لعب تاع ولاد صغار، ماهوش حاجه تاع نيفو سوبيريور، ما كانوش مبريبارين. ولا الحراك هذا جاهم كما يقول لك دانسلكو وكسر دانسلكو ولقى نجاح كما يقول لك باهر دانسلكو اللي ما خلالهمش كاع الوقت، باسكو جايتهم حمله انتخابيه، جايتهم ما عندهمش كيفاش يفوتوا الحملة نتاعهم، ديجا لي ميتينغ تاعهم والملتقيات تاعهم والاخر كاع اني لهم على جال الحراك هذا، ومن بعد بدل سلال زيد كذا جيب ذاك جيب ذاك. المهم كيما يقول لك ما صابوا ما يديروا، قال لك هيا خلاص هاو بان في التصويره، هاو جا فخامته مسكين وهاو بدل، وانتم راكم زعفانين على هذو هاو رجعهم. راحوا جابوا بدوي اللي هو كيما يقول لك انا كنت نظن ما كنتش نظن بدوي، كنت نظن يوسفي. انا كنت نستنى يديروا يوسفي باسكو يوسفي انسان مشهود. نعم الاخ توفيق، شوف نقول لو كان مثل هذه الاسماء اللي انت ذكرتها، هما راهم
يعني الناس اللي راه عارفين النظام يعرفوه من انه راه هو مختص في تسيير الازمات ويفتقد الى بعد النظر. هذه الناس اللي يعرفوا النظام عندهم هذا التشخيص هذا. وكلو كان جات هذه الناس راه عندهم هما نيه نتاع التغيير. هذا السلال راه كنت حاطه في الحكومه وراه جرب وراه ادى الى انك انت نحيته، انت بنفسك نحيته، انا واش عاود تقلبته. هذا يدل من انه ما كانش راهم قاعدين يدوروا يجربوا في المجرب، فهمت؟ ويعاودوا يدوروا في نفس الطبخه. درك الان لو كان جات راه عندهم نيه جديده، نيه جديده، لو كان جات عندهم نيه حقيقيه قال درك انت هذا راهو قرار حكيم، انا بوتفليقه بالنسبه لي منتهي من سنوات. ولكن هاد الناس اللي راهم يحكموا فرضا قال مثلا قياده الجيش بالاتفاق مع المجموعه اللي راهم في الرئاسه قال راهم درك هما تاخذوا هذا القرار اللي انا نثمنه، فهمت؟ انا القرار هذا نتاع تاجيل الانتخابات كنت معاه منذ البدايه قبل ما يعلنوا على الانتخابات. ولكن كان من المفترض هو انه قبل ما يعلنوا هذا الاسم هذا نتاع بدوي هذا والله هذا العمام راه هو انه يلقاو ناس يتصلوا بهم، ناس معارضين معروفين، وكان هذا هو المطلب نتاعهم نتاع واسمه مؤتمر، ولازم مؤتمر جامع، ولازم هذا هو المطلب نتاعنا منذ سنوات. انت تلقى ناس اللي هم يأمنوا بهذه الفكره تتناقش معاهم، قال واش رايك، واش تقترحوا، قال مثلا واش كون الشخصيات اللي تشوفوا فيهم مثلا هما راهم يؤمنون بهذه الفكره هذه نتاع المؤتمر الجامع ونتاع كذا ونتاع كذا، ومن اجل باش حنا نهضروا البلاد تقترح انت اسماء. لكن لما انت تروح تدير لي اسماء اللي هي من هذا الصنع هذا النظام اللي هي اللي راه يتثبت في هذا الوضع، واش راه من نتيجه انت راح تنتظرها انت؟ اسمح لي استاذ، انتايا انت على بالك وبزاف تاع الناس ادرى باللي يودي النظام البوتفليقي لسيدي باراسي دو توت لي كومبيتونس اللي كانوا يقولوا له صدير اللي كانوا يقولوا له نيجاتيف، دو توت لي كومبيتونس اللي يقولوا في وجهه كاع الناس اللي كيما يقول لك جميع الكفاءات في جميع الميادين تم الاستغناء عنها، وتم تمت كيما يقول لك تسريحها بطريقه او باخرى، اللي بصوه واللي هجروه واللي رجعوه لدى الشرط ورجعوه لدى الشرط، وما خلوا حتى واحده استاذ، خلوا غير بني ويوي في جميع الميادين، في جميع الميادين، يعني حتى الميدان كيما يقول لك المؤسسه الجد حساسه والعصب تاع الدوله اللي في الارمي، ونحوا جميع الكفاءات في الجيش، الناس اللي قاريه، الناس اللي عندها باش تواجب نحاوهم. سي بور سا اللي ضروك انت يا كي راك تقول الحراك هذا يخرج ناس، مازال الناس حنا رانا بعد على السياسه، رانا 30 ولا 40 سنه بعد على السياسه. لي جون هادو يتسمى ما يحلمش حتى باش ما خلوناش حتى الحلم باش كيما يقول لك تتقمص من المنصب اللي كيما يقول لك مسؤول ولا عالي اللي كيشغل، ما كانش هذيك انت تخمم فيها شغل كيشغل سي با فري شغل ما كان. دروك نخلو اللي راك تقول المبادره اللي راك تقول فيها، كنت نسمع فيك تهضر مع الجون هذاك تاع سطيف تاع من كل ولايه تجيبوا واحد. انا نقترح من كل ريجيون يديروه ريجيونال، من كل ريجيون جماعه الشرق جماعه الوسط جماعه الغرب جماعه الجنوب. معليش يا بالاول اسمع انت، من اجل باش تشارك الناس كل، من اجل باش تشارك الناس كل لازم في كل بلديه ممثلين، في كل قريه ترك راح تبني جمهوريه جديده، في كل قريه شوفوا، قال مثلا اهل القريه يشوفوا زوج ولا ثلاث ناس يمثلهم، وقال مثلا على مستوى مثلا بلديه فيها عده قرى، في كل قريه قال مجموعه زوج ولا ثلاثه اللي يمثلكم بحق، ناس واعيين، ناس مش متورطين في الفساد سواء الاخلاقي ولا المادي، ناس معروفين بالرجاحه نتاع العقل نتاعهم، ناس معروفين بالبعد نتاع النظر نتاعهم. في كل قريه قال مثلا على مستوى البلديه، في كل قريه زوج ولا ثلاثه يتلاقاو قال يديروا مجلس على مستوى البلديه، ومن بعد في كل بلديه يلتقي وقال مثلا الناس نتاع البلديات يشكلوهم نتاع الدائره، ومن بعد على مستوى الدائره يشكلوا الولايه، ومن بعد على مستوى الولايات يشكلوا الناحيه، من بعد على مستوى النواحي يشكلوا الوطن.
فهمتني المساله؟ وفي الخارج والناس تجتمع بعضها على جال باش الناس توصل، باش يكون هناك حوار جدي والناس كلها تشارك في هذه الجزائر وفي هذه الجمهوريه الجديده، فهمت؟ اما باش الناس تروح يقترحوا الكناس ومن بعد هما يمشيوهم، ومن بعد الناس عندها خلفيات، واحد يحوزها علمانيه، واحد يحوزها اسلاميه، واحد يحوزها غربيه، واحد يحوزها شرقيه، ومن بعد حنا نبقاو في حلقه مفرغه، نزيدو نضيعوا فرصه من الفرص نتاع التغيير، وبعد 15 20 سنه يزيدوا يعاودوا يجيو ولاد ولادنا، يزيدوا يعاودوا يشربوا من نفس السم اللي شربوا به الناس اللي قبلهم. حوسوا خلاص، نديروا باسطه لهذا النظام، نحوسوا على ممارسات جديده، على سلوك جديد، على مفاهيم جديده، وتتجه الناس حول المستقبل بخطاب ثابته. فهمت؟ يا استاذ، حتى اذا كانت متفائلة ولكن بخطاب ثابته. يا استاذ، الشيء اللي راك تقول فيه، الشيء اللي راك تقول فيه صحيح 100%، بصح الشيء اللي راك تقول فيه يلزم له وقت طويل طويل بزاف، يلزم له وقت دروك. والشيء اللي راك تقول فيه ما يتحققناش بالندوه هذه اللي راه قالها فقال عليها فخامته، خاطر الندوه اللي قال عليها فخامته يجيب احزاب اللي يسميهم هما معارضه، اللي مام با ما سحبوش نوابهم من لابيان ومن السينا في البيريود هذه تاع الحراك الشعبي، اللي مام با ما تجاوبوش يروحوا يتصوروا في زنق، وقال راني تصورت معاه وشارك في المسيره، والكاين اللي كيما يقول لك شبعوا بخس في المسيره الداخل وخرجوهم بالبخس والرخص، خرجوهم بالكسموه. ما عندنا الوقت باش نخدموا الخدمه اللي راك تنصح فيها، ما عندناش وقتها. وعلى حسب واش رانا الرماركو اللي راهم يبروفيتيو في الحراك هذا، جينيرالمون راهم تاع لفافاس، راهم جماعه تاع التوفيق، راهم جماعه تاع كيما يقول لك تاع المخابرات القديمه، هما اللي كيما يقول لك مبراتيكيين ريالمون السياسه في الوقت اللي فات، اللي كنا حنايا راقدين وكانوا حنا مايكارتينا ريالمون، هما اللي كانوا يبراتيكيو في السياسه ريالمون، هما اللي راهم رايحين يجنيو الثمار. لو كان كيما يقول راهم كيما يقول لك يستغلوا في الموقف والله غالب الشعب ما لقاش معاه، من راحوا وقفوا معاهم الناس دروك ولات بروبوزي في بوشاشي. بوشاشي افافاس من اي تحمد من وقت الاخر، من نتوافقوا معاه في اراء لكن تخالفوا معاه في بزاف صوالح، كيف كيف مع طابو، كيف كيف مع بزاف تاع ناس، كيف كيف مع زبيده عسول، كيف كيف مرام كيما يقول لك دي مومبر تاع 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 لونسيان ريجيم تاع الدوله العميقه، راهم هما اللي راهم. نعم راك فهمني يا استاذ. نعم المهم، شكرا للاخ الكريم، راها الرساله نتاعك واضحه، نحاول نمر الاخوه الاخرين راهم ينتظروا. بارك الله فيك وصايتي ان بليزير وربي يجازيك. ربي يبارك فيك، رانا نبقاو على تواصل الاخ توفيق. شكرا للاخ توفيق. اصبر نشوف ترى شكون هذا الاخت اسيا ولا اسمه، راني من الصباح نشوف ترى بالك لعود المره هذه تطلع. راني طلعت. الو، مرحبا. مرحبا. سلام، مرحبا. دونك انا اسيا من تولوز. مرحبا. مرحبا بك الاخت اسيا، الله يسلمك. دونك بارابور على كيسيون تاع تاجيل الانتخابات، جو بونس كو سي كالكو شوز دو بوزيتيف. نعم نعم. Il faudrait peut-être maintenant s'intéresser à faire des partis politiques, à faire un programme réel, à savoir ce qu'on cherche réellement dans le cas. Parce que comme au début, on cherchait le que Bouteflika ne se présente plus, il se présente plus. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un vrai programme, avoir un avenir pour le pays. À mon avis, dans le cas, il faut se concentrer sur l'avenir du pays avec un vrai programme, avec des élections. Avec, pour moi, Tadjil, c'est comme ça que je le vois. C'est dans ce sens-là. Non, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense. Je les ai pas branchés, ma handi sur place. C'est vrai que l'Ahad, le fait, j'étais avec toute ma famille au Capitole, Toulouse, mais malheureusement, bon, c'était pas un rassemblement qui était très bien organisé. Il y avait pas d'autorisation, etc. انا ان شاء الله درنا واش مطالب في لابريفيكتور، وان شاء الله اليوم الاحد ان شاء الله نزيدو نديرو لقاء مليح ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي.
ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. شكرا لك. على خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. براه الاخ هذاك اللي كان قبيلي براه ايوا هذا الاخ هذا الاخ امير ما عندكش فهمت ما راكش تستعمل في الكاميرا تكون انت تستعمل الهاتف النقال ما تقدرش تستعمل واسمو الكمبيوتر وتدخل بالهاتف ما تنجمش لازمك تكون تستعمل في الهاتف النقال وتكون دير لابليكاسيون تاعك اجور ومن بعد مرحبا بك فهمت الاخ واسمو الاخ اللي كنت تتصل بيا ما لقيتش كيفاش نطلعك اللي مسمي روحك امير ما قدرتش نطلعك نشوف ترى هذا الاخ رؤوف اخ رؤوف عندك امبلوكاج في الهاتف نتاعك شوفوا هذا مصطفى باري ايه شفت كيفاش الاخ امير اني قلت لك شغل الهاتف نتاعك تستعمل الهاتف خير ومن بعد اطلب الإضافة ومن بعد نطلعك إن شاء الله مرحبا بك الأخ مصطفى الأخ مصطفى تفضل مرحبا بك يبدو أنه عندك مشكلة مضطر على جل باش نمر الإخوة آخرين نشوف اضطر الأخ هذا خالد إذن الأخ أمير شغل الهاتف نتاعك ومن بعد نطلعك إن شاء الله راني مازال مقريبي عندي تقريبا اكثر من سمانه المهم الاخوه اللي في تولوز والله مرحبا بكم ان شاء الله رانا نسعوا على جل باش نديروا لقاء يوم الاحد على الساعه الثانيه بعد الزوال والى غايه الساعه السادسه مساء ورانا نحوسوا على جل باش نديروا فكره جديده ونتمنى على جل باش تطبق في عواصم واحدة أخرى وهي هو أنه نخرجوا في كورتاج نتاع مجموعة من البواخر الصغيرة هذيك في هنا في مدينة نتاع تولوز سواء في الكانال دو ميدي ولا في لاكارون بالأعلام نحاولوا هو أنه نلقوا فرقة موسيقية هكذا تغني قال مثلا شعبي ولا حاجة نتاع أصالة نتاع البلاد كذا ونفرحوا مع بعضنا ونحاولوا أن نبعثوا رسالة ونديروا صورة على الجزائريين والجزائريات اللي راهم في الخارج قالها هم الجزائريين راهم متحضرين راهم الجزائريين راهم فايقين راهم الجزائريين ما مش كيما انتم اللي راكم تحوسوا قالها لك جماعه نتاع الكريموجان ونتاع الدخان ونتاع رانا فايقين بهذه الالاعيب هذه شوفوا ترى هذا الاخ يا خويا الكره الاخ واسمه نعيم ما عرفتش علاش ما حبيتش تحبني يا اخويا الحب هذا والكره من عند ربي مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك الاخ نوري نور الدين مثل مسان مرحبا بك الاخ نور الدين تفضل راكم دايرين لاباس الله يبارك فيك يا خويا كيما راني كتبت لك في الكومونتير هذا القضيه هذه نتاع ما شفت الاخ نور الدين سامحني عاود ذكرني قلت لك عاود ذكرني ما قريتش الكومونتير عاود ذكرني قلت لك راني كتبت لك واحد الكومونتير ردا على المقلب نتاع النظام هذه سي دوزيام بيس مونتي سي بيس تاع الصندوق الاسود هذا سي كيس نوار وهذه لا دوزيام بارتي نتاع الفيلم يعني المشهد الاول انتهى على اساس لو 22 اونتر لو 1 مارس لو 22 فيفري باسي اي سويفون لو 1 مارس نتاع الفوندرودي مع لو 8 مارس النظام فشل حقيقه فشل فشل نتاع 100% توت لي ريميرسيمون على الشبيبه الجزائريه والله يكثر من ذلهم وان شاء الله ربي يصلح الراي الا حاجه ما الحقيقه هذا مقلب و5e monde ils ont précisé de rester sur les chaises puisque الحاله صعيبه عليهم ما يقدروش يتحركوا ما يقدروش يرانديو للامر الواقع لخاطرش قضايا نتاع الدول العربيه فات سبقتهم كما
كيما ليبيا كيما تونس كيما مصر كيما كل شيء. الور سيرتو النظام تاعنا وحده النظام تاعنا شرس شرس لدرجه حتى بيسكو صاملين الور هنا الشعب مسكين مزنيه حقيقه. الشعب كيما قال سبيسيفيك الله يرحمه في كلامه واحد الكلمه عجبني فيها طاهر ميسوب قال باللي الشعب الجزائري يعني تتونس به يعني ما تتكلش عليه تتونس به كما قالت ورد الله يرحمها. الور في هذه الحاله في هذه الحاله هذا مقلب بوتفليقه اللي ما امبوسيبل باش يكون اللي فيفون. هذيك هذه وحده كاين من علامات المظاهر تاع بدوي هذاك اللي ما لازمش الواحد الاخ نور اخ نور الدين ما لازمش الواحد يغوص في التفاصيل. ابو تلقى مريض ميت حي هذه كلها تفاصيل. احنا الان لازم الواحد كيما يقولوا يحط البوصله تاعو في الاتجاه الصحيح نحوسوا على بناء جمهوريه جديده اللي هي نتاع جزائر الجميع نتاع الناس كل اللي عنده توجه اسلامي اللي عنده توجه علماني اللي صغير اللي كبير نحاولوا نبنيوا جزائر مع بعضنا البعض بدون تهميش وبدون اقصاء ونخدموا مع بعضنا البعض ولازم الواحد يمشي في الاتجاه الصحيح. تا درك هذا كي تقول لي انت هذو مقلب ماهوش مقلب هما دوك واش يحوسوا تلموا هذاك الكبر فهمت تلموا نتاع الكبر كبرياء والحسد كبرياء حسد وكبر. تا روك دوك هاك درت قال مثلا المشروع تاعك في النهار الاول عندك 5 سنوات قال سيدي جابوا داروا انتخابات في سنه 1999 جابوا مجموعه من المرشحين وقال انا انسان موضوعي انسان منطقي ونحب دائما كي نكون نتكلم مع الناس قال خدم عقلك دوك هذا الناس قال مثلا قياده الجيش قال الشعب هو في تلك المرحله كان مثلا تحت التاثير تاع الماساه وتحت التاثير تاع العنف والقتل والاجرام وكذا قال ربما راهو ما كانش دقيق في الوسمو قال لك هذه القياده نتاع الجيش هي كانت عندها مجموعه كل المعطيات قال مثلا انا نشوف نروح للامور ديريكتوم ما عنديش الزكزاك هذاك قال مثلا احمد طالب الابراهيمي قال مثلا في تلك المرحله قال مثلا الوصول تاعو راهو رايح هو يعطي فرصه للجماعه نتاع الفيس وقال مثلا يعاودوا يرجعونا لنفس السياق مثلا قال مثلا انهم اقتنعوا باللي يروحوا مع بوتفليقه لانه بوتفليقه هو اللي راهو كان عنده مشروع اللي راه ينقذ البلاد. يا صاحبي راك بعد 20 سنة ورنا انقذت البلاد او الشعب راه برا واش من بلد انقذت هذا سيفري 20 سنة كانش. من نهار الاول احنا نقول لهم عندي 10 سنوات اكثر من 10 سنوات وانا نقول لهم لازم مؤتمر في الداخل وفي الخارج لازم الناس تروح تمشي نحو جمهوريه جديده الناس تضحك واحد يقول لك انت هذاك مهبول على روحه هذاك ويخلط ومن بعد دركا عوض هو انك انت راك اعلنت على العجز نتاعك راك اعلنت على العجز نتاعك انت عاود رجعت انت دوك نقولوا له كان نقولوا مثلا راك مشيت في اتجاه صحيح وراك حققت نهضه وقال مثلا الجزائر راك طورتها وراك ديت انت قال نديروا لك الشابو قال ما شاء الله والله غير هذا الناس هذو راه كنت رحت بعد 10 سنوات رجعت للهضره اللي كنا نقولوا فيها مع انت باللي النظره نتاعنا هي النظره الصحيحه ما دام النظره نتاعنا هي الصحيحه علاش راك راكب الراس نتاعك وين رايح رايح دوك لما انت تجيب دوك هذا بدوي والله تجيب هذا رمضان العمامره والله تجيب والله استغفر الله يا ربي واش راح تجيب والله مرك راح تنجح لي موسى الحاج موسى الحاج ولا الحاج موسى سي لو ميم سي لو ميم حاج موسى ولا موسى الحاج غير كيف كيف هذه هي هذه. الو ربي يبارك فيك انا نسمع فيك الاخ نورتي قلت لك بدوي ولا يحيى ولا موسى الحاج ولا الحاج موسى كيف كيف لو راديكال سي لو راديكال لو راديكال نعم ان شاء الله نتمنى تكون الاذن صاغيه نتاع الجماعه نتاع الجزائريين خارج الوطن ولا داخل الوطن ويكون اتحاد يكون تضامن ويكون تنسيق بين
سيرتو بين الشابه في هذا شبكه التواصل يعني بدقه وباحترام، ويكون الراي راي واحد، وان شاء الله نتمنى الا الخير الا الخير لنا ولعباد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. شكرا للاخ نورد. الاخت اسيا من تولوز، لاكوز اللي حنا رانا راح نديرو من اجل هذا التجمع من اجل جمهوريه جزائريه جديده. هم الإخوة راهم كانوا الصباح معايا، التقينا عن طريق الصدفة واحد الأخ، التقينا الأسبوع القادم. الأخ هذا نتاع النبا عنده سنوات وهو يتبع في النشاط تاعي، التقيت به من قبل، والتقينا في الكابيتول نهار الحد، وطلبت منهم انا على جال باش يكونوا مجموعه 10 ولا 12 من الناس اللي هم مستعدين يعني يحملوا هذه الفكره نتاع جمهوريه جديده، نروحوا نطلبوا تصريح من البلديه ولا من لا بريفكتور ونديروا واسمو نقاش. انا راح ندير مداخله عامه ونفتح المجال للناس كلهم يتكلموا بحريه. شريطته هو انه الانسان يركز على البلاد، مش يجي واحد انا يدعي لي لشخص معين وقال واحد يدعي النكاز والله واحد يدعي الفرحة مهني والله يدعي الواحد الفلان والله العلان. الجزائر تدعي للجزائر مرحبا بك معنا، ما عندها حتى كولور، فهمتي؟ ما عندها حتى كولور، لا هي إسلامية ولا هي علمانية ولا هي شرقية ولا هي غربية، جزائر جزائرية. هذا مكان بأفكار جديدة. وراه عندي كتاب كنت ديجا درت الطبع الاولى نتاع المصالحه الجزائريه اللي صدر في 2014 وتحدثت على هذه الجمهوريه الجديده، راهو الكتاب منشور في الانترنت وراهو موجود، الانسان اللي يقرا اللغه العربيه ويشوف واش قلت. ماشي حاجه جديده قال راني الان انا نتكلم فيها كيما راه من الان هذو خرجوا جماعه السيلفي روح دير لك فوتو في التجمع والله وقال راهو كذا. لا، هذا العمل هذا راهو عنده سنوات ومستمر، بالاضافه الى انه طورت في هذا العمل وطورت في هذا المشروع، والكتاب راه واجد ان شاء الله. اتصلت بصاحب دار النشر اذا كان اتفقت معاه، اذا ما اتفقتش معاه ممكن ننشره على حسابي بعد ايام هنا في مدينه تاع تولوز، ونجيبو لك ونعطيك الكتاب وقرايه وشوفيه. بعيدا عن الوسمو هذيك، لا عنده توجه اسلامي بال تاع الجم، ماهوش يعني ديني بالشكل اللي راهم يحكيوا عليه الناس، ولا بشكل علماني على طبيعة فرنسا، ولا جزائر جزائرية في إطار جديد تاع الناس كل. هذا هو الموضوع العام، فهمتي؟ التجمع هذا ما عنده حتى لون باش يجيو جماعة ذوك. قال مثلا أنا هما يستغلوا هذا الحراك من أجل قال مثلا بعث رسائل وراح نحوسوا على جمهورية جديدة، ما نتابعين لا للسلطة ولا تابعين الأحزاب، باش تكون الأمور واضحة جدا. واللي يجي يجيب الإعلام الجزائري اللي راهو عنده الإعلام تاع الماك والله إعلام تاع اسمه يخبيه في دارهم. نحوسوا على الإعلام تاع الجزائر يرفع. وراني قلت وزد نعاود نكرر، لا ربما فيه بعض الإخوة راهم يسمعوا فينا من المدينة تاع تولوز، نحوسوا على جال باش نديروا خرجة مع بعضنا البعض، نديروا أرواح يكوني معانا، والله يشبع عندك واحد من الاقارب تاعك والله يجي يكون معنا مرحبا به. رانا منفتحين على الناس كل، مانيش قال ذوك قال انا راني انا زعيم تاعكم انتي مشوا من ورايا، لا انا راني نقول ارواحوا نتعاونوا مع بعضنا البعض. انا راني فقط كيما يقولوا كورديناتور منسق، راني ننسق ونحاوس على جال باش خاطر المنسق هذا لازم يكون هو يقبل بالاراء تاع الناس. ما تقدرش انت ذوك راه واحد عنده خلفيه وهو من بعد يمشيك نحو الوجهة اللي راه يحوس عليها. نحوسوا على جال باش نجمعوا أكبر عدد ممكن من الناس وإن شاء الله نلتقيوا. أنا ماذا بيا لو كان توافقوني في هذه الفكرة نتاع أننا نديروا مجموعة من هذوك البواخر الصغيرة هذوك بينيش هذوك اللي راهم دايرينهم في تاع لاكارون ولا في الكانال دو ميدي، نشوفوا ثلاثة ولا أربعة حوالي 300-400 شخص هكذا بطبيعة الحال اللي رانا نحكيوا عليها إن شاء الله نهار الحد، ونديروا ان شاء الله لقاء على هذا اللي اسمه هذو تاع لي بينيش هذو،
وبالاعلام ونشوفوا كيما فرقه موسيقيه بالاوت بارلور هذاك، وان شاء الله نديروا فيه مداخلات ونحكيوا بطريقه نعطيوا صوره حضاريه ونبينوا باللي الشعب الجزائري راهو متحضر، ومش هذيك الصوره اللي هزينها على الجزائريين نتاع السرقه ونتاع لا دروغ ونتاع كذا. وفيها عده رسائل من خلال هذه البواخر اللي راح تخرج، نتحدثوا على القضيه نتاع الحراقه، قضية واحدة أخرى عندها عدة رسائل راني حكيت عليها في التسجيل السابق. أتمنى هو أن الرسالة راها وصلت. الأخ أيوب ما راناش مختلفين، تبرك بلك را بلك ما راكش فاهم الموضوع برك. شوفوا هذا الأخ عبد الناصر، الاخ اللي قلت لي رمزي اروح نعيش في البلاد، البلاد انا عايش فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا الاخ عبد الناصر. عبد الناصر من اورليون، متشرفين بك استاذ، واش راكم لاباس؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. تحدثت مقبلات على الجمهوريه الجديده. نعم. على اساس اسس. نعم. برك حبيت واحد من الاسس هذو اللي راك قلت عليهم، واعطيني واحد ولا اثنين من الاسس. في الكتاب ان شاء الله راك تلقى التفاصيل. نصيبو في سيغ انترنت. بعد ان شاء الله بعد ايامات ان شاء الله نخرجوا، وراني كاتب واسمه مختصر نتاع الكتاب، تقدر تطلع طالعوا ان شاء الله. والله بعث لي ميساج اون بريفي، نبعث لك مختصر من الكتاب واقراه وطالعوا ان شاء الله. عجبتني الفكرة. شوف البداية، شوف احنا البداية نتاع الجمهورية الجديدة كيفاش تبدا؟ هذا كلام مش جديد الان راني نتكلم فيه، راه منذ سنوات عندي خبرة. يكون مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج. مؤتمر في الخارج يكون وفق حوار، اولا نقاش يعني قبل ما نحدوا احنا التاريخ، وقبل ما نحدوا احنا الخطوط العريضه نتاع هذه الجمهوريه الجديده، يسبقها حوار نقاش، نتناقشوا ويكونوا ممثلين على المستوى الوطني وفي الخارج، ويتناقشوا حول خطوط عريضه، لانه كاين بعض الاشياء اللي هما لي سبيسياليست هما اللي يديروهم، مختصين سواء في الاقتصاد ولا في الرياضه ولا في اكيد 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 مختصين هما اللي يديروها. احنا المهم على جال باش احنا نروحوا للجمهوريه الجديده لازم يكون مؤتمر، في هذا المؤتمر اللي هو توضع فيه الاسس، من بعد نمشي ونحو جمهوريه جديده، نتفقوا على حكومه نتاع وحده وطنيه ولا نتاع كفاءات، اللي هي فيما بعد تدير اللجنه هذه نتاع الانتخابات، وقال مثلا ينتخبوا الرئيس، وفيما بعد البرلمان والبلديات والولايات وكذا، ومن بعد تبدا هذه المؤسسات، قال نتاع القضاء نتاع الاعلام الحكومه، كل هذه المؤسسات تنبع من الاراده نتاع الشعب، وفيما بعد نتجه نحو جمهوريه جديده، نتخذوا قال مثلا قواعد مشتركه. احنا راهو عندنا الدين، رانا مسلمين، الاغلبيه مسلمه، كاين هناك راه بيانات ومقررات راه موجوده، قال البيان تاع اول نوفمبر، عندك المقررات نتاع الصمام راه موجوده، كل على جال باش ما يكونش فيه اقصاء، ما يكونش فيه اقصاء لحتى الجهه، ومن بعد حنا ناخذوا الاشياء. هذا قال مثلا درك هذا بيان اول نوفمبر مش قران، مقررات الصمام ماهيش قران، ناخذوا بالشيء اللي هو يواكب العصر نتاعنا ونتجه نحو المستقبل، تناقشوا مع بعضنا، تكون فيه لجان، كل لجنة تدرس موضوع، قال اللجنة القانونية تدرس المواضيع هذه نتاع القانون والدستور وإلى غير ذلك، قال اللجنة نتاع مثلا نتاع الشؤون الاجتماعية هاي تدرس المواضيع نتاع كذا، قال اللجنة الإعلامية هاي تدرس كذا، ومن بعد دير كما قلت لك أنا خطوط عريضة وتمشي الناس نحو المستقبل. الانطلاقه تكون من المؤتمر، مؤتمر في الداخل وفي الخارج. في الخارج علاه؟
خاطر كاين بعض الناس يقولوا علاش ما دير في الجزائر وخلاص في الخارج، لانه هناك كفاءات مهمشه. لما انت تدير مؤتمر في الداخل راهم رايحين يطغاو هذوك الناس، يطغاو ويمشيوا المشيه نتاعهم. مؤتمر في الخارج يسمح للكفاءات هذه، خطر العقليه تختلف بين الناس اللي راهم في الداخل وفي الخارج، هذه حقيقه. انا اسمح لك هذه الناس اللي راهم في الخارج هما يعني قال مثلا في العواصم مختلفه، قال مثلا باش ما يكونش مثلا طغيان، قال مثلا تاع جماعه تاع فرنسا يحبوا يمشيوا جماعه تاع الانجليز، ولا الجماعه تاع الانجليز يحبوا يمشيوا جماعه فرنسا، نقعدوا احنا في سياسه القبط والفر. هذه كل الناس تشارك، جماعة كندا، الإنجليز، المكسيك، مش عارفنا، الناس اللي يحبوا يشاركوا من هذه الإطارات هذه وهذه الكفاءات، ويكون هناك تنسيق بالداخل والخارج، وتمشي الناس واحدة واحدة لبناء جمهورية جديدة على أساس عصري، واللي هي ما تتناقضش المبادئ نتاعنا الإسلامية، ونمشي واحدة واحدة. أني معك فيها، أني معك فيها في هذه تاع الخارج وما الداخل، هذه نفهمها الفهمة تاعها سهلة. تعطي مثال على بكري والثورة وهذيك، خدمت الليكس تغيير، ما خدمتش من الداخل، لا بدأت من الخارج. الناس نظمت في الخارج وكانت لا فعلان ولا اللي هي ولا حزب الشعب ولا تنظموا في الخارج، هذا مش مشكل. يعني أنا أعطيك لي تفاؤل كبير، قضية تاع زوج ملايين ولا أربع ملايين قدروا نخرجوا منهم ألف. أيوة. ألف يقدروا يجوا ألف متفقين على خط واحد، على أسس اللي بعد يتوضحون بعد في بالملتقيات هذو اللي يكونوا كاينين إن شاء الله. أنا نجي لتولز بربي إن شاء الله، كي تكون عندكم لاكور تاع لا بريفيكتير إن شاء الله ويكونوا خرجت. وأنا راني نتبع، راني نتبع على شاك فوا، راني نتبعك تبارك الله. مرحبا بك أخي الكريم، مروح معنا وكون معنا. الجمهورية الجمهورية واحد من المنظمين أخويا، الجمهورية الجديدة المبنية على، اسمح لي لك، إلى كان نقدر نقول على البند الأساس الأول العدالة. نعم. على بركة الله. على بركة إيه الله. بيان سور. فهمني، ما نيش نهدر باب ديني ولا نهدر باسمه، ولا نهدر بلا لوجيك. لا لا، شوف نقول لك، اسمح لي. ما تحسبهاش في. اسمح لي. أنا القضية، أنا الأمر لا يخصني في شخصي. لا هذا يخص الناس. اسمح لي برك نوضح لك نقطة مهمة، لخطر كاين بعض من الناس مرات انت لما تتكلم في كلام عام هكذا يقول لك انا ما فهمتش لا انت اسلامي ولا انت علماني، ما راني نحوس على جال باش نلقى لك الطريق ما لقيتش. خطر على انه فاهم اللعب هذا. انا دوك كاين الناس اللي راهم علمانيين دوك، انت انا اشوف نقول لك، واحد المرة في الجامعة كاين واحد الاخ مغربي هو مدير نتاع هنا في تولوز. هو مغربي وعنده مجلة علمية مانيش عارف قال اسمها افاق مغاربية هكذا دايرها، وقاعد ندردش انا وياه هكذا، قال لي والله راني حاب راك شوقتني على جال باش نقراك مقالات. قال لي اعطيني ترى مقال. عطيت له المقال، كنت داير فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي سي بون، قال لي خلاص، قال لي هذه خلاص، قال لي سي بون. قلت له كيفاش سي بون؟ قال لي مادام راك داير بسم الله الرحمن الرحيم ما تقولش تبلاك خاطر في الناس الكل. قلت له ها وكيفاه بسم الله الرحمن الرحيم هذه النحيه ولا كيفاه؟ يعني باش نبين لك باللي انا راني نستفاد من الافكار تاع الناس هكذا. قلت له كيفاش انا النحيه؟ قال لي نو، قال لي سي با ماشي كاس نحيه، احكمها ليك انت. انت اذا كان راك تخاطب في الناس الكل لازمك انت تخلي المجال وين انه الناس يجيو. حتى لما انت تقول انت الواحد ذوك مثلا انت في اطار المبادئ الاسلاميه، فهمتني؟ يعني مليح كيف انت الواحد في اطار المبادئ الاسلاميه والاخر ذاك هو ما يامنش، كيفاش انت راك انت تقول له باللي انت راني انا لا اؤمن بالاقصاء ولا اؤمن بالكذا، فهمتني؟ دونك هو ما دام انت راك وضحت انت هذيك الخلفيه، هو يقول لك انا ما نجيش خويا بالسلامه بالعافيه. انا راني نقول باللي للجميع أرواح نتناقشوا. أنا مؤمن باللي الشعب الجزائري في الغالبية نتاعو مسلمة، مؤمن بها. هاك رجعت لي للسؤال تاعي الأول اللي قلت لك، أسك نقدر نعرف واحد من الأسس تاع اللي تبنى عليهم إن شاء الله الجمهورية الجديدة. عندنا خلفيات دوك، قال مثلا هاو بيان أول نوفمبر ناخذوه، قال هاو المقررات نتاع الصمام ناخذوها،
فهمتني؟ إيه. ومن بعد الناس حنا تفتح المجال للناس كل نستفادوا من كل الأفكار، نستفادوا من كل التجارب، ونبنيوا الجزائر مع بعض. ماشي قال أنا هاي الجمهورية اللي نحاول نديرها وأنا هو الزعيم نتاعكم وتبعوني، لا لا، أنا هاي النظرة نتاعي وأرواح نتاع عطيني النظرة نتاعك، والآخر يمد النظرة نتاعو، الآخر يمد النظرة نتاعو، ونحاولوا. قال هذه الفكرة فكرة تخدم البلاد، نمشيو معها، ما يهمنيش فيك انت علماني ولا اسلامي. ايوا فكرة تخدم البلاد، فكرة تضر البلاد، انت اسلامي نرفضها، انت علماني نرفضها. بارك الله فيك. نشوفوا الحاجة اللي تخدم البلاد نخدموا بها، حاجة اللي تضر البلاد حطها اكوتي. هذا مكان تسمى تمشي في اطار ايجابي. بارك الله فيك. هذا ان شاء الله مهم راكم تخبرونا ان شاء الله كي يكون عندكم الملتقى راكم بعد شويه ديروا اعلان ان شاء الله. دوك انا ممكن بالك غدوه بالك لا يعطيونا لا ريبونس والله ما علي بالي غدوه ولا غير غدوه. المهم احنا غدوه ان شاء الله الصباح راني اتفقت مع بعض الاخوه هكذا باش نروحوا للمرشي في باغاتيل ولا في وين راهم دايرين ولا في بالفونتان والله اعتقد في باغاتيل يديروا مرشي. نروحوا ممكن نحكيوا مع الناس هكذاك شمن نلقاو جزائريين هكذا ونحاولوا على جال اذا كان راك في تولوز نحوسوا على جال باش نشوفوا يعني نسونسيبيليزي والجزائريين باش نشوفوا زوج ولا ثلاثه تاع لي بينيش هذو كان لي ولا في لاكارون نخرجوا مع بعضنا نديروا شغل كورتاج بالاعلام وشوفوا فيها كشما فرقه موسيقيه ولا كذا موسيقى شعبي ولا حاجه تاع تاع بلاد ديرها كي بحال البروكونت ديرها كي بحال البروكونت راك في بروكونت وراهم ان جور دو ديمونش كوميون بروكونت عليها عليها قهاويه تاعيات ومجمعين ايوا تاعيات ونديروا فيها كسره ونعطيو في صوره صوره على البلاد صوره على الجزائر صوره على النظره نتاعنا تفاؤليه نحو مستقبل جديد بوجوه جديده بكذا ما بقاوش حنا دوك نتاع قال راه اسمها وفلان والسياسه شو هو خلاص صار الانسان نورمالمون نجيب افكار جديده نورمالمون ان شاء الله في سيفوزال انت بكري 54 نعطيو له اذا كان نقولوا جماعه انتوا على الاعلام هكذا قالك شنو يجيو قنوات فضائيه والله صحف والله ونعطيو لها دفع مليح هكذا باش بالك لا ربما من بعد يهزوها جماعه تاع باري يديروا تما تاع لاسين هذيك لاسين يعاودوها جماعه تاع جنيف إيه. وهذه هي نعطيو نعطيو نظره واحده اخرى على الاخوه اللي راهم في الخارج صح سيري تمد صوره نظيفه ما. ان شاء الله يا استاذ بارك الله فيك ربي يبارك فيك خويا بعث لي التليفون تاعك نبعثو لك ان شاء الله بين قوسين برك ان شاء الله وننظموا مع بعضنا ان شاء الله اسمح لي برك بين قوسين هدرت على الاعلام درك مقبلات راك تحدثت على الانفيتاسيون تاع النهار عرضوك ولا اسمح لي مانيش ندخل في خصوصيتك وانما لا لا هو شوف نقول لك انا يعني تسمى على العام قلت انا باللي مستعد نتحاور مع الناس كل مشي من الان من سنوات درك هما لما وجهوا لي الدعوه وجهها لي هذاك احمد حفصي وجهها لي في الايامات لما كانت صاريه حول هذيك نتاع الابتزاز ايه وشعرت انا باللي تسمى يراد استغلالي من اجل التسويق خطاب هكذا وانا حذر من هذه الامور تسمى الانسان يمشي ولكن في نفس الوقت حذر قلت له انا اذا كان راك تحوس واسمو شوفها ممكن نعرفك بناس في الجزائر واتصل بهم اعطيت له الهاتف نتاعهم ما اتصلش بهم تسمى شغل انا خلاص عرفت باللي معول على راسي الحديث قياسي ما معليش زاد عاود اتصل بيا هاد الايامات قال لي وراه كاين حوار ومنا وحول هذا الاسم نتاع المآلات هذه نتاع العصيان المدني ومنا قلت له شكون الضيوف واعطيني محاور تاع النقاش ما اعطاني لا المحاور تاع النقاش ولا ضيف حنا فيه كل مره نبعث له نقول له جاوبني ما كاش ومن بعد بعث لي اعطاني التليفون تاعك او كاين حوار العشيه ونتحدثوا عن المستجدات قلت له لا هذه متعقبش عليا انا اسئله جاوبني عليها فهمت عطيتك اسئله جاوبني عليها قال شكون هما الضيوف خطر على لما نعرف انا الضيف انا جبت حطني دوك انت انا مع بن زديره
ومن بعد انت تحطني انا في وضع هكذا نتاع واسمه لا ما تستعملنيش. تحب تحاورني وحدي ما فيش مشكله، اعرضني دير لي حوار وحدي باش انا نطرح افكار تاعي وناقشني، ما عندي حتى مشكله نتناقش معاك، بس حبش تجي تستعملني ما تستعملنيش. احنا ناس بكري قالوا لنا باللي الثوره تاعنا نجحت كانوا هذوك البراحين تاع الاسواق، هذاك البراح يمشي ويقول يا اللي تشريش برخيط يا اللي تشريش برخيط. سمعتني والفهم يفهم. هذه هي اخويا. المهم اخويا مرحبا بك وان شاء الله. الله يحفظك استاذ، بارك الله فيك. اي السلام عليكم. صباح على خير. شكرا. سلام. صباح على خير. شكرا. شكرا. المهم الاخوان نحاولوا ان شاء الله باش نختصروا باش نختموا هذا اللقاء، باش من خطر على بالكم لما نحمل اللقاء كامل معاه في السويع والله كاين الناس اللي يملوا ما يسمعوش المباشر ممكن يفوت، ولكن سواك ديجا لا بروف راكم تشوفوا الناس كم راحوا، لما يطول بزاف الناس تروح. للأسف الشديد الأخ مختار هذا كرني دخلتك. شوف ترى هذا حميد إن شاء الله. الأخ عز الدين والأخ أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك الأخ حميد. كيراك خويا صافا لاباس مليح الدعوة؟ والله الحمد لله الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ حميد؟ والله لا خويا راك صاحي أنا خويا والله من رقد. أيوا راك مديفيلي والله. أنا مستنقرة فيك خويا، أنا مستنقرة فيك. مرحبا بك. من راك تكلم فينا الأخ حميد؟ أنا من وهران. ما شاء الله. تفضل الأخ حميد واش رأيك في الموضوع؟ أخويا يعني؟ ما رانا فاهمين والو اخويا والله ما رانا فاهمين والو. خطره يقول لك خويا بريزيدون مات، خطره يقول لك جابوه، خطره داسينا، ما رانا فاهمين والو خويا والله. لا رانا صغار ورسانا شابو. يا ربي يكون معك ان شاء الله. الله خويا ما رانا فاهمين والو خويا. هذه البلاد مانيش عارف، مانيش عارف كاع شي لا حاجه اللي تبدل هذه البلاد. ما على باليش انا، مانيش عارف كي نتفاهموا مع هذه السلطات، ما على باليش غادي نتفاهموا. ماشي حاجه سهله. شي حاجه شال انا بالك. انا مازال يلا يجيب الخير وصاينا شوال. انا مازال ما شفتش هكا دوله بدلت النظام، الشعب بدل النظام. ما تنجمش علاه ما تبدلش شي، تقدر الناس تبدل النظام وشوال. لازم الناس تكون فاهمه النظام اصلا، ويكون عندها لازم الناس تكون تقبل بعضها البعض. لما يكون هناك اقصاء ما تقدرش انت تبني دوله في ظل الاقصاء. ما تقدرش انت تغير النظام اذا ما كنتش انت فاهم النظام. انت بروحك دوك انت تقول لي انت ما رانيش فاهم، لا راه جابوه ما جابوهش، ما تراه في سويسرا راه في الجزائر واسمو. انا هذه بالنسبه لي هذه تفاصيل ما نقشهاش، فهمتني؟ هذه تفاصيل. تركز على الاصل. هذوك مثلا تحكي انت على الدار، تروح الدار تحكي لي انت على الفايونس، تحكي لي انت مانيش عارف انا على العين هذيك بالفضه وهذيك بالحديد. ركز على البيليات تاع الدار كيفاش راها راكبه، والواش الهدف تاع الدار هذيك. هذا هو. تالوك قال لي دوك مثلا القرار هذا اللي حنا الان رانا نحكيو فيه نتاع تاجيل الانتخابات، يوضح هو انك تناقش هذا القرار وتشوف له المآلات نتاعو على المستوى الوطني والدولي، تشوفوا على قال مثلا من الناحيه الامنيه، من الناحيه السياسيه، قال كي ندير كذا واش راهو راه يترتب، كي ندير كذا واش راهو راه يترتب. تا تروح تناقش ليهم، داروا لي بدوي وهم داروا لي ذاك بالعياط وهم داروا لي وسمو. هذوك انا من نقشوش. هذوك انا من نقشوش. كي كيف كيف هذوك تفاصيل كي بدوي كي عمام. اصلا ما تم فهمش حاجه، شكون اللي تعلن، شكون اللي تعلن تاجيل الانتخابات؟ الدستور ولا رئيس الحكومه؟ ما كاينش دستور. الدستور هو الدستور هو اللي يعلن. كاش الدستور كيما ازمه كيما يقولوا صحاب الديمين وهذيك قفله دوبزيس، ما كاينش اللعب صاي. كاش اللعب صافي دروك خلاص صافي دروك قفله قفله. لحقوا لحقوا الحيط خلاص صاي. دوك يا اما انك تمشي في هذا الاتجاه
وإما أنه يفرض عليك بالقوة، خير ما عندكش خيار واحد أخر. دوك الآن هما هذا القرار الحكيم، أنا راني كنت ندعي ليه، قرار حكيم نتاع تأجيل الانتخابات، ولكن ما لازمش يخلي ناس يسرقوه، خاطر هذا مكسب ما لازمش يسرقوه للناس اللي راهم في السلطة باش يستعملوه هما كغطاء، بدل من أنه راهم كانوا يحوسوا يديروا عهدة الخامسة يلقوا منفذ دوك على جال باش يهربوا، ولا هذ الناس اللي راهم درك هما يحوسوا يسرقوا السلطة ويلقوا هذا القرار هذا قال يصعدوا ويدخلوا في الله، تمشي في إطار سلمي ونحاولوا ندفعوا من أجل على جال باش نبنيوا جمهورية جزيرة. أسيدي ما راهم مادام راهو كاين استعداد، قال مثل الناس راهم ربما اقتنعوا بهذه الفكرة، ولكن تمشي في الإطار تاعها الصحيح. يعني تحطيش أنا هذا بدوي هذا والله والله هذا وش اسمه هذا العمامرة، وجوه قديمة محروقة، وجوه ناس شاركت في هذا الوضع هذا، خلي تجي وجوه جديدة حتى إذا كان فيه ناس داخل النظام، ولكن جيب لي وجوه جديدة، وجوه اللي نقية، وجوه اللي منورة. فهمت؟ وإلا كيبدلوا حاجة هذا هو أما يكون. بس أنا بغي حاجة اللي راهي خلعتني، أسكو هادو اللي راهم مترشحين ما يساعدوهمش، ما فيهمش الرجال، ما فيهمش كيف، راهم باغيين غير تاوحهم يعاودوا يديروهم ولا كيف؟ ما تهضرش عليهم، القضيه هذه قلت لك تفاصيل، هذه ترشيحات هذه وانتخابات هذيك راها تفاصيل، ركز على الاساس. على باجل الانتخابات، على باجل على جال باللي هذوك اللي راهم مترشحين تماك ما يساعدوهمش ولا كيف؟ لا 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 لا، قادرين هما، شوف قادرين انه كانوا هما يفكروا في هذيك الامور عن طريق المجلس الدستوري، كل واحد يديروا له ملف ويخرجوه، ايش هكذاك. هما دوك الان كاين مجموعه هذو نتاع الدول العميقه هذو يحوسوا هما يستلموا السلطه، خسروا مواقع، ضربوا ضربات، يحوسوا يعوجوا باش يريكوبيريو السلطه، عندهم عده مرشحين، والجماعة اللي راهم في البوفوار الآن حاليا، الجماعة اللي في السلطة ما عندهمش غير بوتفليقة، ما عندهمش. لو كان غدوا يدير لك انت سلال مقابل ناس آخرين راح يخسروا المعركة، هما عندهم الخيار الوحيد نتاعهم هو بوتفليقة، ولكن بوتفليقة أني راني هدرتها بالصوت وبالصورة، بوتفليقة هو انتهى صحيا خلاص. وكان راه مثلا مازال وراه يهدر وراه يتحرك كيما بكري، ممكن يقدروا يناوروا به، ربما يزيد هو فيما بعد قال لك نحت توفيق، مما بعد هو يزيد يلحق الناس اخرين يزيد ينحيهم خلاص. هما دوك لحقوا لواحد المستوى وين انه انتهى خلاص، عاد ما يقدرش حتى باش يديروا له فيديو نتاع فيه دقيقه ما ينجموش يديروها من كثر نتاع انه خلاص تعب لدرجه خلاص، فهمت؟ خلاص عم يديروا في لي فيديو غير قبل ما يطلعوا فيهم، فهمت؟ دونك دوك هما لازم المخرج هذا، لما انت دوك تخلي انت 20 سنه وانت تخدم ومن بعد ترجع لبلاد الزيرو، يعني يقعد التاريخ يلعن فيك، بالتالي لابد من مخرج. مشكله وين هو انه عوض، هو انه قال دوك مثلا هذا المؤتمر يمشي في الاطار تاعو الصحيح نحو بناء جمهوريه جديده ونحو مصالحة حقيقية، مصالحة تاريخية تعالج كل المواضيع تاع القضية تاع القبائل تاع بني مزاب تاع الصراعات هذيك اللي كانت موجودة، كل شيء تعالج كل شيء، تروح انت تجيب لي انت دير لي ندوة، يتلاقاو مجموعة من الشخصيات وتسوق لها في الكاميرات وفي التلفزيونات وقالها هم داروا واسمو، ومن بعد روح قالها بوتفليقة مات ديروا له جنازة باهية، ومن بعد 5 سنين تعاود تدخل الجزائر في حيط واحد اخر. اي كيف لا هو بوتفليقه ميت، انطلاقه حقيقيه نحو جمهوريه جديده، فهمت؟ كل شيء يتبدل، تعاود تبني كل شيء من جديد، هذا هو. هو بوتفليقه ميت زعما. شكرا للاخ حميد، نمر للاخوه اخرين باش نختم هذا اللقاء. نشوفوا ترى هذا مونير راه الهات نتاعك مغلق. شوفوا هذا باديس، نفس الشيء الاخ باديس. شوفوا ترى هذا وقيلا الاخ هذاك نفس الشيء، هذاك اللي ترمز للاسم نتاعك بديوي نفس الشيء،
وهذا مختار ونختمه. هذا ونختمه الله. للأسف الشديد الأخ مختار المهم الإخوة والأخ أخرى نحاول إن شاء الله ندير مداخلة وحدي ونحكي لكم بالتفاصيل حول الموضوع هذا نتاع القرار تاع تأجيل الانتخابات وش هو المطلوب منا كجزائريين وجزائريات على جال باش حنا نواكبوا هذه المرحلة ما نخليوش هذه التضحيات نتاع الشعب نتاعنا تسرق وما نخليش هو أنه هذه الأمال تحطم ونحاول إن شاء الله على جال باش نكون دقيق في المصطلحات نتاعي ونلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى هذا بلغ لعود نختمو به اللقاء فهمت اخ فاتح مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله من راك تكلم فينا الاخ فاتح مرحبا بك شنو خويا الله يبارك فيك لاباس الحمد لله راح نسقسيك برك من راك تكلم فينا الاخ فاتح مصطيف مرحبا بك تفضل عايشك بك مرحبا راح نسقسيك على انت كونتر هذا القرار اللي جا اليوم والله معاه ولكن راح تخليني نهضر ساعه واحده اخرى تسمى انت شغل بمختصر اي بمختصر تسمى انت شغل هذاك الواحد اللي يقول للتلميذ انت راك معاه ولا لا اي باش نشرح لك كي نقول لك انا ايه لازمني نشرح لك كي نقول لك ضد لازمني نشرح لك وراح تاخذ مني وقت وانا راني تكلمت عليه عاود رجع التسجيل انا داوين برك شت لايف ايه معليش عاود رجع دوك راني كي نكمل عاود رجع التسجيل واسمع راني تكلمت فيه وشرحت القضيه هذه يعطيني بمختصر برك شكرا للاخ فاتح راك جيت في نهايه البرنامج المهم الاخوه والاخوات اتمنى هو ان رانا افدناكم من خلال هذا النقاش نحاول ان شاء الله ندير تسجيل منفرد ونتحدث عن الموضوع هذا نلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته